صباح الخير على حضراتكم كل مشاهدي قناة ستيفي في كل مكان. لحظات فارقة، لحظات مؤلمة بنودع بيها شخصية غالية على قلوبنا، شخصية كلنا حبيناها وأثرت فينا. لحظات بنحاول نفتكر كل لحظة حلوة مرت بينا معاه، بنحاول نسمع من كل الناس اللي كانت قريبة منه حاجات كتير ما كناش نعرفها، وكان هو حريص دايما انها تكون في الخفاء زي ما كانت وصية رب المجد ان الواحد يعمل دايما في الخفاء وابوك الذي في الخفاء هو الذي يجازيك علانية. الحقيقة دايما في فراق احبائنا والناس الغاليين علينا جدا بتكون دايما رسالة من ربنا ان كل واحد فينا يراجع نفسه، كل واحد فينا يبص بنظرة مختلفة على حياته ويفتكر دايما ان حياتنا رحلة ليها بداية وليها نهاية، لكن يا ترى الرحلة دي هيكون شكلها ايه؟ انت وحدك اللي بتقرر شكل الرحلة دي، بتقررها من خلال اعمالك، بتقررها من خلال حياتك على الارض وشكلها، بتقررها من خلال طريقة استعدادك للحياة التانية، بتقررها من خلال انك تكون مؤمن تماما ان اشبار هي حياتي على الارض، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، ونكون عارفين ان وطننا ومكاننا الحقيقي مش على الأرض لكن هي فترة مؤقتة بنعيشها عشان ربنا ادينا رسالة. وأحبائنا اللي بيفرقونا ناس أكملوا رسالته، يمكن من خلال كلامنا مع ضيوفنا على مدار اليومين من اللحظة اللي فارقنا فيها دكتور ثروت باسيلي، دايما بيكلمونا عن فلسفة الموت في المسيحية وإن الموت بالنسبة لنا مش نهاية لكن هو بداية. ولو فكرنا في الموت ونظرة الناس لي هنلاقي إن كل واحد بيشوفه بشكل مختلف. الناس التعبانة في حياتها دايماً بتطلب من ربنا الموت عشان ترتاح من الأتعاب، وناس تانية بتطلب الموت عشان شايفين إنهم اشتغلوا كتير وتعبوا كتير والفاعل دايماً مستحق أجرته، دايماً بيقولوا يا رب كفاية كده وإحنا نفسنا نشوف بقى المجازاة العادلة بتاعتك لأن أنت الدين العادل. وناس تانية بتطلب الموت اشتياق لنور المسيح مش أكتر ولا أقل، إحنا بس نفسنا يا رب نكون معاك. أعتقد أن دكتور ثروت باسيلي طلب الموت والراحة لأنه شايف أنه استوفى وأدى رسالته على الأرض، وأن احتمل صليب المرض بشكر، احتمل التجارب اللي ممكن تيجي على أي إنسان فينا على حياته على الأرض كمان بشكر. دايماً كلمات الكتاب المقدس بيكون فيها تعزية، مهما كانت أوجاعنا لفراق أحبائنا بنرجع لكلمات الكتاب المقدس واللي من خلالها بنشوف إن إحنا كمان بعد فترة هنكون زيهم، لكن علينا إن إحنا نحذو على خطاهم، علينا إن إحنا كمان نبتدي نعمل لأن أعمالنا دي هي اللي هتخلي لينا مكان في السماء. النهاردة ومع حضراتكم وفي بداية اليوم هيكون لينا تأمل في جزء من الكتاب المقدس وتحديدا من سفر الرؤيا واللي اتكلم بشكل مفصل عن الحياة الأبدية، اتكلم بشكل مفصل عن الديان العادل، اتكلم عن أهمية الأعمال، وكان دايما الروح بيطلب من القديس يوحنا اللاهوتي انه يسجل كل ده عشان تكون رسالة لكل سكان الأرض. معاكم النهاردة هنتأمل في جزء من الأصحاح الـ14 من سفر رؤيا، وبيسعدني ويشرفني يكون ضيفي دكتور عادل فوزي الخادم بكنيسة القديسة العذراء مريم العباسية الشرقية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. احنا طبعا مش بنعزيك وبنعزي نفسنا، فقدنا أب لمصر كلها وللكنيسة طبعا، تعزية لأسرة القناة طبعا ولأسرة دكتور ثروت باسيلي مدام زيس ومدام نيفين والمهندس إيليا وكل طبعا إنسان الدكتور ثروت باسيلي دخل قلبه وأحبه. إحنا كمان بنعزي نفسنا وبنعزي الكنيسة وبنعزي كل أحباء دكتور ثروت، وزي ما كنت بقول دلوقتي دايما السلام والهدوء اللي بنكون محتاجينه في اللحظات الصعبة اللي بيفارقنا فيها الناس الغاليين على قلوبنا بيكون من خلال الكتاب المقدس. خلينا مع حضرتك ومع السادة المشاهدين نقرأ الجزء ده من الأصحاح 14 ونتأمل فيه أكتر، وهنشوف إزاي كل كلمة فيه لو طبقناها على حياتنا هيكون خط بنمشي عليه مش هنقدر نحيد عنه، فيها رسالة حقيقية لكل إنسان. الجزء ده بيقول: وسمعت صوتا من السماء قائلا لي اكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن، نعم يقول الروح لكي يستريحوا من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم.
فكرة إنه سمعت صوت، وأهمية صوت الله اللي وصله لكل إنسان فينا على الأرض من خلال القديس يوحنا اللاهوتي. السمع يا دكتور عادل، السمع كتير بيبقى فيه رسائل وكتير بيبقى فيه كلمات، وإحنا عن عمد أو عن جهل بنقفل ودنا وما بنسمعش اللي بيتقال، ونيجي في الآخر محدش قال لي أصلي ما كنتش أعرف. لو اتكلمت وابتديت مع حضرتك بالإنسان الشاطر اللي بيعرف يسمع صوت ربنا كويس، هو زي ما بيقول لنا الكتاب المقدس الله لا يترك نفسه بلا شاهد. يعني ما فيش إنسان في الدنيا يقول أنا ما جاليش صوت ربنا. لا، صوت ربنا بيوصل لكل واحد، بيوصل عن طريق مثلا فتحت الإنجيل قريت جزء في رسالة جايني فيه، رحت كنيسة حضرت سمعت عظة، سمعت كلمة في وسط العظة لمست قلبي أو بتشاور على حاجة جوايا، تقابلت مع إنسان بسيط خالص خالص واتكلم معايا كلام والكلام ده أترك فيه رسالة. يا ترى بقى فيه أذن مفتوحة تسمع وتلتقط، في قلب مفتوح ممكن يسمع ويحس إن الرسالة دي جاية له، ولا إحنا أوقات كتيرة تبقى الرسالة جاية لنا وإحنا طبعاً مشغولين بحاجات كتيرة في دماغنا أو مش عاوزين ننفذ صوت ربنا، أو ناخدها ونطبقها على غيرنا، يعني أو نعتبر الرسالة دي على طرفنا مش عليا أنا. طبعاً داخل فيها حاجات كتيرة، داخل فيها إنسان عايش في الخطية، إنسان مش عاوز يتوب، إنسان عاوز مثلاً يحقق رغباته الذاتية، فحتى ما تجيله رسالة ضد الرغبة اللي هو عايش فيها، ضد الطموح اللي هو عايش فيه، طموح عالمي مثلا، فبيأجل. دي رسالة جاني بس أجلها طيب بعد كده. ربنا ما بيتركش نفسه أبدا بلا شاهد. صحيح. والرسائل بتوصل، بس المهم اللي عنده إرسال يلتقط الرسالة ويحس إن دي بتقول له دي ليك أنت. صحيح. وده الفرق بين إنسان بيبقى عايش في الخطية وفجأة ليه حياته تحولت بالكامل. أو إنسان مثلا زي القديس أنطونيوس. يعني واحد يا دوب دخل باب الكنيسة ليه كده بقول له إيه يعني بيع كل أموالك إن أردت أن تصلي تمس، إيه بيع كل حاجة، اعتبر دي رسالته كانت فعلا رسالة جامعة. يا طب احنا ياما بنسمع الآية دي. يعني الشاطر اللي ياخد الحاجة ويعرف يسمع رسالة أو ربنا، ويبقى عارف إن رسالة ربنا موجودة. الروح القدس ما بيسيبش حد. الروح القدس في حاجة اسمها النعمة المساندة، النعمة المفتقدة لكل واحد، ما بيسيبش حد، بيبعت رسالة لكل الناس، بس المهم اللي هو يستقبل وعنده استعداد يتغير ويضحي. واللي ما يجيش يلوم على ربنا بعد كده ويقول له انت ما بعتليش انا ما كنتش اعرف، لكن الرد هيكون قد ايه عدد الرسائل اللي انا بعتها من خلال يعني اشخاص، من خلال كلمات وايات بعت لك انا كنت في فلان اللي بعت لك الرساله دي، اللي قال لك الموضوع ده، اللي حكى لك الحكايه دي، الموقف اللي مر بفلان ده وشفت مصيره ايه، ده كان رساله ليك انت. صحيح. الكتاب المقدس مليء بالتطويبات، وشفنا ده في العهد الجديد وفي تطويب السيد المسيح للودعاء وللجياع والعطاش إلى البر وغيرهم كتير طبعا في المواعظ على الجبل شفناها، لكن الآيات اللي احنا قريناها بقى طوبة للذين يموتون في الرب أو للأموات في الرب. هنا لو اتكلمنا عن الطوبة، عن الكلمة دي قد إيه هي جميلة وقد إيه هي فيها لوحدها كده مكافأة للشخص. هي فيها نوع من المدح، يعني طوبة يعني يا بختك. هي فيها نوع من المدح، يعني يمكن مدح أكتر منه مكافأة. لما المسيح يمدح شخص لما يمدحه يبقى المدح ده جاي مش من فراغ. يبقى أنا عملت حاجة كويسة فأنا بتمدح عليها، فبقول لي برافو عليك كمل أنت حلو. بس هو الجميل أنه يعني أو اللي بنعتبر نوع من التناقض، هو يمدح الموت، طوبى للذين يموتون، يعني مدح للموت، لأنه الموت كتير ناس بتعتبر أنه ده كارثة، في ناس كتير بتعتبر أن الموت ده حدث يعني بعد الشر ربنا ما يسمحش بيه. لا، ده بقول لك طوبة للذين يموتون في الرب. فهنا في مدح للموت، بس هو لمين الذين يموتون في الرب؟ هو هنا في إصحاح 14 في يعني رسم لي صورة جميلة قوي قوي في سفر الرؤيا، يعني برغم 13 إصحاحات اللي قبل كده ضربات والأبوق والكل يبوق البوق الثاني والثالث وكله تنزل ضربات، تتفتح أختام كلها نازلة ضربات،
لكن لما يجي على الإصحاح 14 يعني حط له صورة جميلة قوي قوي في بداية الإصحاح، فبيقول ثم نظرت إذا خروف واقف على جبل صهيون، طبعا يقصد به ربنا يسوع المسيح. وكلمة حتى جبل صهيون يقصد بيها دايما الكنيسة، كنيسة العهد الجديد. وحتى يبتدي بكلمة ثم، يعني هو بينقول لي من منظر مرعب كنا عايشين فيه في الإصحاحات اللي قبل كده، لا خد عندك بقى في بانوراما اللي شافها يوحنا الحبيب في جزيرة بطمس، بتنقل لي لمنظر جديد، بدي في منظر لا حلو، ثم شفنا حاجة كويسة، شفنا المسيح له المجد ومعاه 144 ألف، يقول لنا لهم اسم أبيه مكتوبا على جباههم، اسم ربنا دول مكتوب عليهم، اسمهم أولاد ربنا، ده ابن الله، اسم ربنا مكتوب عليه. ويديني منظر جميل كمان، يقول لنا ايه، سمعت صوتا كصوت ضاربين بالكسارة يضربون بكسارتهم وهم يترنمون كترنيمة جديدة، حاجة جديدة عمرنا ما رنمناها، ولم يستطع أحد أن يتعلم الترنيمة إلا المئة الأربعة والأربعين وأربعون ألفا الذين اشتروا من الأرض. منظر جميل، 144 ألف طبعا ما بيقصدش الرقم حرفي، لكن يعني عدد كبير وكلهم بيرنموا ترنيمة جديدة، والترنيمة دي محدش يعرف يتعلمها إلا اللي المسيح اشتراهم بدمه. ويقول لنا إيه، يعني يوصفون لنا، هو لا اشتروا من بين الناس باكورة لله وللخروف، وفافهم لم يوجد غش لأنهم بلا عيب قدام عرش الله. عطاني منظر جميل للسماء فوق شكلها إيه بعد كده، ناس بترنم وكسارات وأصوات جميلة والمسيح في وسطيهم. وراح نقلني على منظر تاني على الأرض في نفس الوقت، منظر تاني أنه في ضربات نزل على الأرض، وفي غضب الله المصبوب وكأس غضبه تعذيب نار وكبريت. طيب حطيني منظرين، يا بخت اللي هيحضر المنظر الأول، يا بخت اللي هيموت في الرب ويحضر المنظر الأول ويحضر العرس بتاع المسيح في السماء، فيا بخته. فخلى فكرة الموت، لا ده أنا أتمنى أموت وأروح أحضر بقى الحفلة دي، مش خوف، مش خوف، لأن الإنسان اللي بيخاف من الموت أو حتى بيعمل الحاجة الصح عشان هو خايف، مش محبة في ربنا. الاتنين يفرقوا كتير قوي عن بعض دكتور عادل. يعني إنسان اللي بيعمل حاجة صح لمجرد أنه بيخاف من نتيجة الغلط، غير اللي بيعمل حاجة صح عشان هو بيحب ربنا، عشان هو مش هاين عليه زعله بالظبط، بحس لا ده أنا حبا بقى أحضر المنظر ده، مش خوفا من العقاب أنا همشي صح، لا ده أنا بمشي صح عشان نفسي أحضر المنظر ده، نفسي أعيش بقى مع المسيح في الحفلة بتاعته الجميلة دي اللي هتبقى بعد كده. فأصبح شهوة صحيح. أصبح يعني المسيحية نقلت الموت من فكرة أنا رايح الهوية ومصيري انتهى، وده كان فكر العهد القديم. يعني أبونا يعقوب لما جابوا له خبر يوسف يقول حنزل بشيبتي إلى الهوية، حزين. حزقية لما يقول له خبر موته، أنا كده هتبقى تاخدني ليه؟ ما أنا رايح الهوية. في العهد الجديد لا، أنت رايح حفلة، رايح لحفلة. فأصبح شهوة، عهد النعم، عهد النعم. الخوف من الموت، ولو وقفنا عند النقطة دي، الناس اللي بتتمنى الموت عشان هي تعبانة في الدنيا، عشان عندها ضيقات، عندها تجارب، أيا كان الضيقة اللي ربنا بيسمح بيها للشخص، بالنسبة لهم الحل هو أنه يتمنى الموت، يطلب من ربنا ريحني بقى، أنا مش عايز أعيش في الدنيا. خطورة الطلبة اللي احنا ممكن بنطلبها لنفسنا وإحنا مش عارفين، يعني بدل ما الإنسان يستعد للحياة التانية وقت الموت ما يجي أنا عارف رايح فين، لا ده أنا بطلب لمجرد أني أتخلص من الأتعاب الجسدية. هو فيها طبعا يعني شقين، شق فعلا ممكن يبقى إنسان تعبان عايش في حياته، يعني في عنده مرض والمرض ده فيه ألم متعب، فنفسه يرتاح فعلا من المرض، خصوصا أنه هو عاش حياته كويس، يعني عاش حياته على الأرض رضى ربنا بأعماله، وما كانش يعني بيبعد عن ربنا لا في الكنيسة ولا التناول ولا الصلاة، عايش إنسان تقل لربنا. فده يعني شايف أنه حاجتين هيضرب عصفورين بحجر، أتخلص من التعب اللي أنا فيه وعايش فيه دلوقتي. وأحيانا لما الإنسان بيبقى تعبان بيبقاش بس هو تعبان، بيبقى اللي حواليه كمان تعبانين أكيد، وممكن الإنسان يتعذب لعذابهم. يعني ما يشوف اللي حواليه تعبانين هو نفسه بيبقى تعبان ومشفق عليهم،
فبيبقى ساعات نفسه فعلا يتخلص من تعبه. لكن النقطه اللي حضرتك بتقولها انه عاش حياته في ارضاء الرب بالظبط، وبيطلب الموت راحه جسديه من الالام، لكن مش تذمر يعني، مش تذمر. عشان هو تعبان وربنا مديله صليب معين او تجربه معينه فالحل انت خدني وريحني، اعتراض وتذمر على اللي ربنا مديهوله. لا لا، فرق كبير بين واحد ريحني وخلصت يعني من اللي انا فيه، وهو اساسا يعني كل همه يرتاح بس من الالم، لكن هو مش عارف مصيره. وعلى فكره أعتقد يعني أن كل إنسان بيبقى عارف رايح فين، يعني هو في شخصين، المسيح له المجد عارف مصير كل إنسان، وكل إنسان في حياته هو عارف رايح فين، يعني بينه وبين نفسه عارف رايح فين. فحتى فكرة يعني أن هو لغاية الموت أنا مش عارف رايح فين، يا ترى هروح هنا ولا هنا، لا أنت عارف، إحنا بنعيش الحياة الأبدية على الأرض. أعتقد أن اللي ده بيبقى فاكر أنه بيعمل حاجات كويسة، في ناس ما بتبقاش عارفة، يعني ممكن تكون بتحاول تنفذ الوصية حرفيا، لكن القلب، المشاعر، روح الوصية، ما هو ده اللي ربنا بيدور عليه. يعني في ناس كتير ممكن تمشي حرفية زي ما كانوا الناموسيين أو الفريسيين، وما كانش ليهم مكان، ما كانش ده اللي ربنا بيدور عليه، هم كانوا فاكرين نفسهم أبر الناس، هم فاكرين، لكن ده جواه فحص نفسه بشكل واقعي ومحايد وروحي، هيعرف جواه انا ماشي صح ولا مش ماشي صح، ماشي صح على الاقل، اقل لمقياس انا رايح فين هي درجه المحبه اللي انا جوايا شكلها ايه. يعني انا قد ايه في عندي محبه لربنا، محبه للكنيسه، محبه للناس اللي حواليا، محبه للخدمه، محبه للعطاء، محبه للبذل، على قد ما انا جوايا عطاء وجوايا محبه بعمل بمحبه، على قد ما انا عارف ان جوايا الحياه الابديه ورايح للمسيح. لو وقفت عند النقطه او الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها دي ورحت لشخصيه الراحل دكتور ثروت باسيلي وحياته على الارض، واللي اكيد كمان كانت مليانه بالاتعاب، الناس كتير ما بتشوفش غير الصوره اللي من بره، لكن حياه الانسان نفسه اكيد اتحمل فيها اوجاع ومتاعب، وكانت ختامها كمان رحله مع المرض والالم. فكرة أنه عاش حياته كلها رغم النجاحات اللي ربنا ادهاله، لكن كان طول الوقت بيدور على مرضات الله وبيسعى أنه في الآخر لما يجي الموت يكون من ضمن الذين يموتون في الرب. طبعا دكتور ثروت باسيلي من الشخصيات اللي أعتبر كرست حياتها لربنا، على قد ما هو نجح وعلى قد ما هو أخذ من تعبه، على قد ما هو كانت حياته يعني منهج حياته ربنا اولا. انا يمكن اتعاملت مع الدكتور ثروت باسيلي في بدايه الثمانينات لما كان لسه بيستورد يمكن حوالي 7-8 اصناف ادويه، وفتح مكتب في الزيتون. بدايه يعني الراجل ابتدى درجه درجه. طب وقتها كان ايه شكله؟ امين جدا، حاجته مطلوبه، تطور، عمل بعد كده مصنع ليه اسمه. كان الدكاترة، أنا كصيدلي يعني، كان الدكتور يقول للمريض، يقول له هات الصنف ده بتاع شركة أمون. يعني ممكن نلاقي بدايل بنفس التركيبة، يقول له لا أنا عاوز ده بتاع الشركة دي، مع أنه ممكن هم ما يعرفش الدكتور ثروت دكتور، لكن هو يعرف اسم الشركة، ليه تقله في السوق، الأمانة. طيب التقل جاي منين؟ من الأمانة. اتعاملنا معاه كشخصية أمينة، معانا إحنا كصيادلة كشخصية أمينة مع المرضى. إنه مستحضره لغاية دلوقتي ليه اسمه، حتى لما يبيع الشركة، ما يبيع شركة وتاخدها شركة تانية، الشركة تانية ما تحطش اسمها عليه وتسيب الشركة الأولية. دي حاجة ما بتحصلش نهائي، لأن ده الاسم اللي الناس بتثق فيه، لأنه الاسم ده ليه سعر، ليه سعر وليه وزن، مش من فراغ. نجاحات، طب ده كل ده، طب ولما كنت بتنجح، عادة في العالم الإنسان ممكن يدي ربنا هو مثلا على قد حاله، لكن لما تفتح معاه شوية يبتدي بقى يعني شهوة عاوز أوصل أكتر وأكتر، تعظم المعيشة وأكتر. والمال. دكتور ثروت باسيلي الله يرحمه فعكس الناس دي كلها، كل ما ربنا يدي أكتر يدي أكتر يدي أكتر، هو كان مدحك حياته. في ناس ممكن رغم النجاحات الكبيرة اللي ممكن يوصلوا لها
ولو قلنا حتى في مجال الصيدلة أو الأدوية زي دكتور ثروت، كتير بنسمع عن التلاعب في المادة الفعالة للأدوية، وحضرتك طبعا تقدر يعني تقول لنا ده أكتر، وبيبقى هو مش محتاج أنه يعمل ده، يعني ربنا مديله وعنده كتير، لكن الفكرة أنه في ناس بتبص للأكتر زي ما حضرتك بتقول عايز الأكتر. لكن دكتور ثروت ده ما كانش منهجه نهائي خالص. الأمانة وصحة الناس بالنسبة له دي أمانة. أمانة ابتدى الشركة، وكان يعني اتمنى جميع الصيادله يشتركوا في الشركه دي وتبقى ليهم اسهم فيها وبتاع، ويعني كان بيشجع بطريقه مش معقوله، وكبر الشركه وكبر الناس معاه. يعني بصراحه فكره متطور فوق الوصف، يعني كراجل رجل اعمال وكراجل صيدلي فكر كان متطور وسابق زمانه. يعني طب جالك منين ده كله؟ ده منين الفكره المتطور ده؟ الا اذا كانت في حاجه اسمها نعمه ربنا سنداه، أعطيه له استنارة. ودي النقطة المهمة، دي النقطة ليه إنسان بيبقى ناجح وناجح ومستمر. وطبعا يعني دكتور ثروت نجاحه مش مستمر في حياته، هيستمر حتى بعد انتقاله مستمر النجاح ده. طب إيه سبب النجاح ده مستمر؟ نعمة ربنا بتسند، إرشاد ربنا، غير نجاحات العالم اللي هي وقتية وبعد كده ممكن ينزل مرة تانية ويرجع ده أسوأ من ما ابتدى. لأنه لما فكر يبني بنى على الصخر، فكر إزاي يبني البيت اللي أساسه متين، هتيجي رياح هتيجي صعوبات هتيجي ضيقات مش هتهد البيت ده، ما فكرش أنه حاجة وقتية والمهم المكاسب المادية والاسم والجاه وخلاص، لكن كان حكيم زي ما الكتاب قال بالظبط ووصفه، في مخافة ربنا. أي إنسان في الدنيا ما عندوش مخافة ربنا مستحيل نجاحه يستمر، مستحيل. ومخافة ربنا أحط بقى تحتها كذا بقى عنوان، أحط تحت مخافة ربنا أمانة، أحط تحت مخافة ربنا تواضع، أحط تحت مخافة ربنا إيجابية. المسيحي المفروض اللي عنده مخافة ربنا يبقى إنسان إيجابي، يعني يعمل الخير وأكتر منه. صحيح. ما عندوش حدود لعمل الخير، انسان ايجابي. اللي عنده مخافه ربنا نقدر نشبهه زي بالظبط يوسف الصديق. يعني يوسف الصديق لانه عنده مخافه ربنا مش بس بعد عن الخطيه، انسان كان ايجابي للي حواليه، ريح كل الناس اللي اتعاملت معاه. يعني كل الناس اللي اتعاملوا مع يوسف كانوا بيرتاحوا عشان امانته قبل اي حاجه. هو نفسه هو، انا بعتبر الدكتور ساره نسيري يعني نموذج جديد مثلا ليوسف الصديق، نموذج جديد لابراهيم الجهري، للناس اللي هم مسيحي ايجابي، مش مسيحي بيعرف يا دوب الواجب ويقفل على كده، ايجابي مفتوح. يعني زي سيده يقول يصنع خيرا، يشفي جميع المكسر القلوب، يعني ما فيش حدود العطاء، مفتوحه مفتوحه. ما كانش بيفرق الحقيقه، يعني فكره انه كل المصريين دول ليهم عنده حق ومفروض انه يساعدهم والمفروض انه يدي بسخاء للكل، ما بيفرقش بين اي حد، دي كانت من الحاجات والعلامات المميزه جدا لدكتور ثروت. وده المفروض في كل مسيحي، المفروض كل انسان مسيحي، العطاء لا يعرف فرق بين مذاهب او اديان او اجناس، يدي الكل، مفتوح على الكل. هو المسيح كان بيعمل كده. صحيح. واحنا لازم، هو النموذج اللي احنا لازم نمشي عليه. نرجع للايات لسفر الرؤيا، والحقيقه واحنا بنتامل فيها يعني دايما المواقف بتخليني اربط بينها وبين شخصيه الدكتور ثروت، لانه هو هيكون لينا قدوه زي ما كلمات الكتاب المقدس لينا قدوه، بنشوفه بنتعلم لانها مش مجرد كلمات، لكن بالفعل في اشخاص نجح منهم يطبقوا الكلام ده عمليا. هو مش صعب اللي بيقف قدام كلمات المقدس الكتاب ويقول ده كلام صعب ان انا اعمله، ده القديسين هم اللي يقدروا يعملوا ده، لكن في ناس عاديين جدا زينا والدنيا بتعمل فيهم وبتديهم وبتتعبهم وبيتعرضوا لضيقات وتجارب كتير، لكن نجحوا انهم يطبقوا الكلام ده عمليا. يعني لو رجعت الجزء ده من سفر الرؤيا ورحت لعباره منذ الان، المقصود بيها كان ايه؟ كان وقت الاعلان رؤيا، ولا منذ الآن وقت صلب المسيح لما فتح أحضانه للعالم وأعلن اللي هيموت في المسيح هو اللي ليه أو بينطبق عليه الكلمات، ولا منذ الآن دي بتتقال على إمتى بالظبط؟ إحنا لما نشوف الآيات بتقول وسمعت صوتا من السماء قائلاً أكتب لي، قائلاً لي أكتب، طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. هنا كلمة منذ الآن
قبلها اتكلم لي على الوضع بتاع الأرض شكله إيه. يعني قبلها شكله إيه، لأنه قال لنا كده أنه في ملك ثالث قال بصوت عظيم، وبعدين قال أنه غضب الله مصبوب صرفا في كأس غضبه، وبعد كده في نار كبريت ويصعد دخان عذبهم إلى أبد الأبدين، ولا تكون راحة نهارا وليلا للذين يسجدون للوحش ولصورته ولكل من يقبل سمة اسمه. هنا صبر القديسين، هنا الذين يحفظون وصايا الله بإيمان. يعني هنا كلمة الآن مرتبطة بضيقة. يعني يا بخت اللي في وسط الضيقة عنده صبر القديسين، يا بخت اللي ساعة ما بتمر بينا ضيقة يفضل متمسك بالمسيح ويفضل إيمانه قوي ويفضل أعماله صالحة. لأنه ساعات الضيقة بتعمل فينا حاجات كتيرة، ممكن تخلي إيماننا يضعف، يشككنا والمسيح سيبنا ليه طيب في الضيقة دي. ممكن أحيانا الضيقة تخلي الواحد طب أنا عاوز أرحم نفسي من الضيقة اللي أنا فيها، أتنازل عن إيماني بالمسيح، أتنازل عن مبادئي. فهنا كلمة الآن يقصد بها كل إنسان عايش في ضيقة، يا بختك لو قدرت تصبر صبر القديسين في قلب الضيقة. الآن يعني في قلب الآن يعني في وسط الضيقة، ممكن يبقى الآن دي ضيقة مرض، ممكن يبقى ظروف وحشة، ممكن يبقى حياتي ماديا حصل فيها دربكة. يقصد مش بعدها، لأن يعني الواحد بيفتكر ابتدي يفوق لنفسه بعد الضيقة ما تعدي خلاص، لكن الكتاب عاوز يعلمنا أو عاوز يقول لنا إن لا، اللي أنا مستنيه منك أو اللي أنا عاوزك تعمله والصبر والشكر وحاجات كتير قوي تبقى في قلب الضيقة. قلب الضيقة مش لما مش بعد ما تمر هتشكرني، لا، الامتحان امتى هتنجح فيه؟ أثناء الضيقة. يعني ما نشوف شهداء ليبيا، هو ليه قديسين؟ لأنه في قلب الضيقة صبروا وتمسكوا بإيمانهم في قلب الضيقة. لكن لو واحد كان أنكر وبعد الضيقة رجع تاب، لا أنت سقطت في الامتحان. فهي دعوة لكل إنسان عايش في ضيقة، يا بختك طوبى ليك، يا بختك أنت هتتكافئ لو فضلت جوه الضيقة متمسك بالمسيح. طب أعرف إزاي أنا متمسك بالمسيح جوه الضيقة؟ عندي ثقة في ربنا هيحل المشكلة، عندي فرح حتى لو طالت، عندي ثقة، عندي إيمان. يوسف الصديق 13 سنة من ساعة ما أخواته راموا في البير لغاية ما قعد على العشب، 13 سنة ضيقة، بيطلع من ضيقة يدخل في ضيقة، يطلع من ضيقة يدخل في ضيقة، تذمر ما تذمرش، مستمر. أسوأ حاجة أثناء الضيقة صوتنا يعلى بالتذمر. التذمر هيمنع بركات الضيقة. وفي فرق كتير بين التذمر وبين الترجي. يعني الواحد لما بيحس انه مش قادر يطلب من ربنا انه يشيل عنه او انه يديله احتمال، ده مش تذمر. لكن طبعا فرق بين ان انا اقول له انت ازاي وانت بتحبنيش وبتعمل معايا كده ليه واشمعنى انا، كلام كتير قوي في وسط الضيقة. اطلب معونة ربنا وبلجاج او بدموع ما فيهاش مشكلة، لكن لما اقول له رب هو انت خلاص كده يعني سبتنا؟ هو انت خلاص اختفيت؟ هو انت مالكش الله؟ يعني الواحد عشان يعني يبقى في حياته مرتاح لازم يعيش زي الناس الاشرار دي؟ لا، ده نوع من التذمر. كل ما اقول لربنا ان انا خلاص يا رب انا زهقت من اللي انا فيه بقى وخلصني، ده نوع من التذمر. صحيح. لكن هو طبعا ما فيش مانع ان صديقه في طلب من ربنا وفي الحاح من ربنا وفي رجاء، بس جوايا السلام انه الضيقه هتنتهي في الاخر الخير. اكيد اللي عنده ثقه في ربنا وعارف انه ربنا بيدي الانسان الضيقه مش عشان بيعاقبه بيها ولا حاجه، لكن هو بيزكيه، هو بيحبه، هو بيفوقه، حاجات كتير قوي اولها واخرها هي محبه الله. لو حطينا الحدود دي وفي قلبها الضيقه اكيد هنفهم دايما مقاصد الله لينا. اسمح لي، معانا مداخله لقدس ابونا القمص توفيلوس القمص عبد المسيح كاهن كنيسه العذراء مريم بالنزهه. صباح الخير يا قدس ابونا. صباح النور. اهلا بيك معانا قدس ابونا، وتعزياتنا لقدسك ولكل شعب الكنيسه ولكل محبي دكتور سارو. ربنا يعزينا كلنا ونيح نفسه الطاهر في فردوس النعيم. قدسابونا، لو حبيت اسال قدسك على يعني لو في بعض المواقف الشخصيه اللي جمعت قدسك بدكتور ثروت. ده اللي انا هتكلم فيه، ان انا اتعرفت بالدكتور ثروت وتعاملت معه عن قرب من عام 95.
سنه 95 قبل المتنائم مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث كون لجنه للكنيسه برئاسه قداسته وانتدب ضعفي للخدمه في 795. كان اول اسم في قرار اللجنه بعد قداسه البابا هو الدكتور ثروت دسنجي. من ثقه مثلث الرحمات قداسه البابا شنودة الثالث في الدكتور ثروت لم يتم اجتماعه حتى نياحته مره واحده بالمجلس، وده ما يرجعش لمسؤولياته الشديده فقط بل بالاكثر لثقته الكبيره في الدكتور ثروت وادراك قداسه البابا لمحبته للكنيسه وجديته في خدمته وعمله فيها. واقول كلمه ليست للمجامله بل هي شهاده امام الله، راينا في حبيبنا الدكتور ثروت الاتضاع مع الحزم، طيبة القلب مع المحبة الشديدة للكنيسة والكهنوت، وكان له الرأي السديد في كل مشكلة كنا نتعرض لها. وكثيرا ما كنا نتصل به أو نتوجه لمنزله لاستشارة سيادته في أمور تخص الكنيسة، ما كنا نلاقي منه سوى الرأي الصائب والحل الحكيم للمشكلة. وكان يستقبلنا في بيته بكل كفاوة وترحيب واحترام، ولا أريد أن أضيع أمره في كلامي عما قدمه للكنيسة بكل صمت، سواء في تشطيب الكنيسة العلوية أو المساهمة في شراء أراضي الكنيسة. إنما تعلمنا منه ورأينا بالحقيقة هو ما علمنا إياه السيد المسيح، وهو تعلم مني لأني وديع ومتواضع القلب. بهذه الوداعة والتواضع اللي شفناها في حبيبنا الدكتور ثروت مع عمله بصمت لم تواجه الكنيسة أي مشكلة خلال هذه الفترة. باسم كنيسة السيدة العذراء بالنزهة الجديدة إلى باقي الكهنة المجلس الخدام الشعب، نعزي أنفسنا ونقدم خالص العزاء للأسرة المباركة ولأسرة سي تي في وللشعب المصري بصفة عامة، ناحاً لروحه الطاهرة، ونطلب منه أن يذكرنا أمام عرش النعمة ولإلهنا كل مجد وإكرام في كنيسته. أشكرك جداً يا قدس أبونا، ويعني مرة تانية بنقدم خالص التعازي لأنفسنا ولكل شعب الكنيسة ولكل محب دكتور ثروت. نرجع مرة تانية لفكرة التجارب، وإحنا كنا بنتكلم إزاي الإنسان ممكن يحط ربنا بينه وبين التجربة عشان يقدر ياخدها بسلام ويشكر ربنا عليها. ولو رحت لدكتور ثروت، الناس دايما بتشوف من الناس قدامها في أحسن صورة وأحسن حال، يمكن كمان أحيانا بنحس الناس على ده حياته مستقرة، ده ربنا مديه، لكن أنا ليه ربنا بيعمل معايا كده، ده مبسوط ومرتاح في بيته هو وولاده. دايما نبص للناس اللي حوالينا قبل ما نبص لنفسنا على نعم كتير ربنا بيديها لنا، لكن ورا الشكل العام اللي احنا ما بنبقاش شايفين غيره بيبقى في إنسان متألم بيمر بضيقات لكن مش متذمر. دكتور ثروت أكيد مر بضيقاته وتعب كتير في حياته، رحلة كفاح وتعب ونجاحات، لكن بيتخللها أيضا ألمات. من وجهة نظر حضرتك ومن الفترة اللي تعاملت فيها مع دكتور ثروت، إزاي كان بيتعامل مع الأمور المشاكل اللي ممكن تيجي عليه؟ إزاي ابتسامته كانت دايما على وشه؟ زي ما قلت سابونا كان بيقول أنه بيجمع حتى بين الحزم كرجل أعمال ومسؤول وبين رقة وطيبة القلب ومحبته ربنا اللي كانت بتخليه يعدي في وسط الصعاب والتجارب. احنا طبعا كنا بنشوف دايما الدكتور ثروت انسان بتاع كنيسة، متمسك بالكنيسة، متمسك بربنا، شماس. طب كل ده وقتك بتجيبه منين؟ ده انت عندك أعباء كبيرة غير الشركة، عندك مناصب تانية، مجلس شورى، مجلس ملي، حاجات كتيرة، ارتباطات كتيرة، لكن وقت ربنا عطاه له. طول ما الإنسان متمسك بربنا وبيدي وقت ربنا وعايش في فكر ربنا، مهما عدى بأزمات هيبقى حاسس إن هو مسنود. احنا مش بس كنا بنشوف الدكتور ثروت نفسه الراحة والابتسامة والسلام، احنا كنا بنشوف الدكتور ثروت في مندوبينه. في مندوبينه. مندوبينه.
المندوبين بتوعه والسواقين بتوع العربيات اللي بيوصلوا لنا الادويه يعني شربوا منه، صورته اتطبعت عليهم هم. كنتوا بتشوفوا فيهم ايه يا دكتور؟ بنشوف فيهم هدوء وسلام وعندهم استعداد لحل اي مشكله. لما بتعرض اي مشكله مثلا في ادويه عاوزين نركحها تركنتها مش عارف ايه، هم ايجابيين عاوزين يحلوا مشاكلنا باي شكل، عاوزين هم يريحونا، مش ناس روتينيين عاوز يعني شوف مصلحتك وامشي وخلاص وعاوز يخلص الموضوع. لا، ده بيتصل مره اثنين وثلاثه، ولا عملت كذا وكذا وخد بالك من الموضوع ده كذا، والصنف ده مثلا يعني هيتوقف فتره فاعملوا حسابكم. يعني احنا كنا بنشوفه هو في الناس دي كلها، مش بس هو نفسه. طبعا هو انسان نموذج رائع كمسيحي، نموذج يعني ازاي الانسان يبقى مؤثر كده؟ يعني احنا لو حبينا نتعلم منه، الواحد مش بيشتغل على نفسه لكن يكون نور للعالم، يكون الشمس اللي ربنا بتشرق جواه كمان تنور لكل الناس اللي حواليه، ده ممكن احنا نحققه في نفسنا ازاي يا دكتور؟ ده نحققه بحاجه واحده، لما يبقى المسيح جوايا. لما يبقى في جوايا المسيح، هو المسيح هو ده اللي بيشتغل، هو ده اللي بينقل صورته للناس كلها. احنا ان لم نوجد في المسيح فاحنا يبقى كده بالظبط كده بنشتغل بمبادئ، يعني عندنا مبادئ انسانيه. لكن ازاي انا انقل الروح الجميله اللي جوايا للناس دي؟ مش بايدي انا، مش هنقولها، مش بطريقه ان انا اقعد اقول للناس شوفوا انا بعمل ايه اعملوا كذا، انا بعمل كذا. لا، هي المسيح اللي جوايا هو نفسه بينقل فكر المسيح للناس، طريقة المعاملة مع الناس. أنا لما أعيش في المسيح نفسه، أتحد بالمسيح وأعيش في المسيح نفسه، صورة المسيح وجوهر المسيح جوايا هو ده اللي بيبقى النور. الناس بتشوفه، الناس ما بتشوفش نور لإنسان بعيد عن المسيح يعني ويبقى مصدر استنارة. لا، ده ممكن يبقى يعني إنسان بنقول عليه يعني رجل مصلح، لكن الإنسان الفعال المؤثر اللي هو المسيح جوه هو اللي شغال ومش بدراعه. ربنا يسوع المسيح كان جوه الدكتور سارة البسيري بدليل العطاء اللي هو بلا حدود، اللي هو كان مع الناس كلها. صحيح. ما فيش حد كان بيلتجئ له اللي كان لازم يحل له مشكلته. ده نقطة العطاء دي لأنها كانت مبدأ راسخ وأساسي في حياته، يعني دي لوحدها يتكتب فيها مجلدات. غير الأمور التانية كتير اللي في شخصيته اللي احنا بنحاول نتكلم عنها، لأننا فعلا نفسنا النهاردة ناخد منه حاجة. هو محتاج أو هو مش محتاج، هو بالفعل تعليمه هتخلي كل الناس اللي حواليه امتداد ليه، كل حاجة أرساها وبناها وأسسها تمشي بنفس الأسلوب ده، لأنه فعلا كان منهج حياة وكان منهج حقيقي. ومهم جدا الإنسان يكون حقيقي زي ما حضرتك بتقول، مش بإني أعلم الناس أقول لهم اعملوا كذا، لكن أكون أنا القدوة بتصرفاتي. أكيد ده مهم. أحباء دكتور ثروت يعني بينعوا وبيرسوا كتيرة جدا، وإحنا بنحاول نستقبل كل مكالماتهم على قدر الإمكان. معنا نيافة الحبر الجليل الأنبا دانييل أسقف سيدني. صباح الخير سيدنا. صباح النور لقناة سي تي في، ربنا يحافظ عليكم. أهلا بك سيدنا، نقبل الأيادي. نعم، بقول لنيافتك صباح الخير ونقبل الأيادي يا سيدنا، أهلا بك. صباح النور عليكم ومساء النور علينا في سيدنا. هنا الساعة 6:30 مساء. الحقيقة مين بيتكلم معايا لو سمحت؟ هبة. أستاذة هبة، كلام ونعمة ومحبة وبركة. أشكرك. أنا بتكلم معاكم من سيدني، من كنيسة القديس العظيم الأنبا برام ببلد اسمها لونج بوينت هنا في سيدني. والحقيقة عندي يعني حتة عايزة أقول على دكتور ثروت، ممكن ولا؟ احنا نتمنى ان احنا نسمع من نيافتك سيدنا، ويعني لو في مواقف كمان فيها تعاملات شخصيه بين نيافتك وبين دكتور ثروت نتمنى ان احنا نعرف. احنا بنحاول نكتشف يعني بعض الاوجه اللي كانت هو كان حريص انه تكون في الخفاء، فمن كل احبائه احنا حابين نسمع ده يا سيدنا، اتفضل. طيب استاذه هبه، انا احب احكي موقف حصل بيني وبين دكتور ثروت بسيدي، ربنا يحافظ عليه يعني ويحافظ على اولاده اللي طالعين زيه، ربنا يبارك لهم كلهم وينيح نفسه في احضان القديسين.
الحقيقه بعد ما ترسمت اسقف لسيدني في 23 يونيو 2002 دكتور ثروت بسيلي دعاني ازوره البيت، فانا رحت يعني، والكلام ده كله دوكيومنتد عندي. فلما رحت كان قابلت حضرته والمدام الغاليه، وكنا نحن الثلاثه بس. قال لي مبروك يا سيدنا، واداني شويه زي نصايح كده حلوه، وانا وطالع قال لي خد الظرف ده. قلت له الدكتور انا شفت الظرف فيه فلوس يعني. قلت له دكتور شكرا، انا مش جاي عشان يعني اخد فلوس ولا كده، انا جاي عشان حضرتك، انت راجل بركه واتعلم منك يعني حاجات حلوه، انا خدمت الكنيسه وكده. قال لي لا بص يا ام بدني، دي بركه صغيره مني تاخدها، عشان انت اما تمشي هيكون عندك مصاريف ولسه مش عارف الدنيا ماشيه ازاي. قلت له انا رفضت يعني بشده اخدها، وهو اصر بشده انه يديني الظرف، وفي الاخر هو نجح وانا اخذت الظرف منه. ويعني كان لازم اقول انه الشخص العظيم دكتور ثروت مش عشان هو بيدي فلوس وثائق ولا حاجه، لكن شوفوا الشعور الطيب بتاعه ازاي بيهتم باسقف جديد ماشي في بلد غريبه، ويعني انا يعني غريب يعني. ف ده على فكره نفس الموقف ده حصل مع البابا شنودة الله يريح نفسه. بعد ما رسمني قال لي تعالى فوق انا عايزك، واداني زورت برضه في مبلغ من المال، وقال لي لما تروح عشان انت معاك اشخاص رايحين يجلسوك تحاول يعني تكون تصرف منه وكده. الحقيقه نيابه عن كهنه سيدني وبروشيت سيدني قدامها وشعن سيدتها ولجنتها، انا بحب النهارده اتقابلت مع دكتور اسمه شوقي صليب في سيدني، وهو بحب دكتور ثروت. انا قابلته بساعتين، فهو كتب بيتين شعر كده على دكتور ثروت، هل ممكن اقولهم ولا لا؟ طبعا طبعا، اتفضل يا سيدني. هو دكتور شوقي قال كده: مش بس حبايبك اللي بتنعيك، لكن مصر كلها اللي عاشت فيك، عشت وطني ومخلص واعمالك تشهد ليك. دكتور ثروت بسيلي بالوقت في الفردوس تلاقيك، والابرار وحبيبك البابا شنوده هيرحبوا بيك. طوباك يا حبيب الكل، مجتمع كلها بتهنيك، زراعه الخير صب الخير وصوت يسوع بفرح يناديك. انا عايز اقول تعزياتنا القلبيه للاستاذ ايليا والمدام دكتور ثروت ولكل اسرته واحفاده واولاده، والحقيقه اعماله بتشهد له اعمال خيره كثيره، بس واحد فيهم هي قناه تي تي في اللي قالت ربنا حط شعار ربنا موجود، وده شعار من البابا شنودة ربنا يناح نفسه. ربنا يدينا بركته ويذكرنا السماء مع القديسين ونريحه جنب حبيبه البابا شنودة الثاني. سيدنا دايما علاقة يعني الأب وابنه، الناس دايما بتشوف الأب وابنه قد إيه لما بيتطبع بيه، وتحس إن بنشوف صورة الأب في ولاده. ومن كلام نيافتك والموقف اللي حكيته لنا دلوقتي وتصرفاته اللي فيها ملامح كتير من مثلث الطوبة المتنيح البابا شنودة الثالث، بتأكد قد إيه هو ابن بار وتعلم منه. نيافتك بتشوف الخطى اللي كان بيخطوها دكتور ثروت على نهج أبيه مثلث الطوبة البابا شنودة الثالث، ازاي ده نجح في انه يخلي ليه بصمات واضحة في الكنيسة وفي شعب الكنيسة وفي حياته وفي حياة كل الناس المحيطين بيه؟ هو الحقيقة المسيحية بتقوم على التلمذة، بالذات الكنيسة القديسة الأرثوذكسية عندنا التلمذة، يعني قديس أنطونيوس تتلمذ على الصباح وتتلمذ على يد القديس بولس البسيط وقديسين الدير زي قديس الواحد يوسف العنكوني وقديس الأنبا مرقس العنكوني وأبونا الأخرون. بس أنا عايز أقول إنه المفهوم فسره بسيطي، تتلمذ على يد البابا شنودة الثالث الله يناح نفسه، تتلمذ منه على العطاء وعلى نشر الكلمة بواسطة قناة سي تي في، لأنه قناة سي تي في طلعت بعد قناة أغاني
فلما الدكتور ثروت شاف ان قناه الانبياء نجحت في نشر الكلمه للعالم، قال انا كمان رسائل نشر الكلمه في قناه الانبياء. وكان احيي القناه دي ليها مصر. نحن نشوف القناه دي هنا على فكره يا استاذه هبه، يعني الناس بتفرح بيها جدا، وكل بيت بتدخل قناه الانبياء، قناه سي تي في وقناه ميسات، وقبل ما تدخل قناه كوجي كمان، ونشوف سي واي تي، كل القنوات بتوصلنا مع الشكر يعني. بس اللي عايز اقوله ان التلمذه بتاعت الدكتور ثروت لقداسه البابا شنودة ولامه الكنيسه كانت واضحه في العطاء وفي خدمه الكلمه وفي خدمه الكنيسه، يعني كان يخدم الكنيسه بكل حب. احنا نشوف، انا مره كنت حضرت معاه اجتماع في لجنه اسمها لجنه القنوات الفضائيه. اللجنه دي تضم أنبا نيافة الأنبا بطرس ونيافة الأنبا مرقس صغرى خيمة ونيافة الأنبا بشوي، وكان الدكتور ثروت بيسيلي ودعا فيه. هو صدفنا في المكان في مصر كده، مش عارف في حتة تبعه يعني. وبأمانة لما دخلنا الاجتماع كنا بننسق بين القنوات القبطية الأرثوذكسية الثلاثة، أو كانوا اثنين في ذلك الوقت، اللي هي قناة تي تي وقناة أغابي. فالاجتماع رحب بينا ترحاب زي الترحاب اللي تعلمناه من بابا شنودة، يعني تلمذه حقيقيه واكرمنا. واي حتى في الاجنده كانت ماشيه بسلاسه جدا. انا اتذكر الاجتماع ده طلعت منه مبسوط جدا، لانه انا احضر كل يعني عشان اخذ فكره واكتب. فانا عايز اقول يا ريت كلنا نركز على الاعمال الفلاحيه على فكره. انا عايز اقول حاجه اخيره يا استاذ هبه، انا طولت عليكم، بس في قديسين في هذا العالم من العلمانيين، يعني القزازه مش وقف علينا كرهبان وكهنه واساقطه وكده يعني، لا، في قديسين من العالم زي ارشيداكون حبيب جلدوس وزي الاستاذ ثروت، يعني قديسين دعوه لينا، لانه كل واحد فينا مهما كان هو ردوده ايه، يعني علماني، شباب، خادم، راهب، كاهن، اسقف، وحبه مع الالم زي الدكتور ثروت بدون تذمر بدون احنا بنحاول قدر الامكان يعني نسمع نيافتك كويس، بس يبدو برضو الصوت فيه شويه لخبطه كده. لكن انا بشكرك جدا نيافه الحبر الجليل الانبا دانييل اسقف سيدني على مداخله نيافتك معانا وعلى كلماتك المعزيه اللي انت قلتها لنا دلوقتي سيدنا. و يعني نيافتك اديتنا كمان يعني نقطه مهمه جدا دكتور عادل، لو رجعت لحضرتك تكلم عنها سيدنا، في ان بعض الاعمال مش قاصره على الرهبان ولا على الاساقفه ولا على الكهنه، لكن سيدنا بيتكلم في ان في علمانيين ناس عايشين في وسطنا بيقدروا يعملوا اعمال مش بس بيكون مكلف بيها الرتب المعين. طبعا موضوع الاعمال مش مرتبطه ابدا بدرجه كنسيه، لكن هو زي ما كان قبل الفاصل او قبل المداخله اتكلمنا انه قد ايه انا فيا المسيح. تمام. هو اللي هيعمل فيا المسيح. على قد ما فيا انا المسيح عايش قد ايه واعطي له مساحه يشتغل جوايا، على قد ما تبقى اعمالي. يبقى مش مرتبطه بدرجه كهنوتيه او درجه كنسيه او خادم في الكنيسه، ولكن هو الانسان كل ما بيرتبط بالمسيح كل ما بيحب يتمثل بالمسيح. فأعماله بالتالي بتوسع تزيد، أعمال الخير تزيد، أعمال التسامح تزيد، أعمال حبه للناس تزيد، نظرته النظرة مش المحدودة، نظرة الشاملة للحياة وللدنيا كلها لبعضها تبقى مفتوحة أكتر وأكتر. دي النقطة الجميلة على فكرة في الدكتور ثروت، عنده نظرة شاملة، إنسان عنده نظرة شاملة متسعة مش ضيقة محدودة، مش ضيقة في إن أنا رجل أعمال وعاوز أنجح. الأهداف المحدودة اللي كتير بيبقى حاططها في حياته، كل هدفي أربي الأولاد، أأمن مستقبلهم، بكرة وبعده يلاقوا، ونلاقي العمر جري، هدف محدود بيوصل بعد كده يعدي الستين أو السبعين يتفاجأ أنه الهدف ده كان ولا ليه أي قيمة خالص، مش هو ده.
إنسان برضو كل هدفه في الحياة إن أنا أعيش وأتمتع، يجي بعد فترة يظهر عليه الأمراض، ده أنا ضيعت عمري. أهداف كثيرة بتبقى محدودة في حياتنا، إحنا بنحط أهداف ضيقة صغيرة. نحط هدف صح إزاي؟ يعني إحنا لو فكرنا النهاردة اللي عاوز يبتدي واللي عاوز يحط هدف ومش عارف واللي نفسه يعمل حاجة حلوة، وبنتكلم كتير عن الأعمال وأهمية الأعمال وبأعمالنا هندخل السماء ومن غير أعمال إيماننا ميت، فناس تقف أنا عايز أعمل بس مش عارف، عايز أعمل بس حاسس إني مفيش في إيدي حاجة، ما عنديش أدوات، ما عنديش مادة. اللي عاوز يبتدي يا دكتور يبدأ إزاي؟ ما فيش حاجة الموضوع أدوات وما عنديش مادة، مش هيدي الحاجة نهائي. اللي عاوز يعمل أعمال صالحة مش موضوع مادة، مش هي دي اللي هتخليك تعمل أعمال صالحة، لأنه عندي أعمال صالحة كتير ممكن تتعمل مش محتاج فيها ماديات، محبة الناس ما بدفعش فيها فلوس، دي أعمال. أعمال عمل، محبة الناس محبة. عمل. الصبر، صبر في الضيقة ده عمل، يعني قوة احتمالي وصبري ده عمل، أنا ما بدفعش فيه فلوس. وش البشوش وابتسامتي للناس اللي بتريح الناس ما بدفعش فيها فلوس، دي عمل. سؤالي على الناس، إحساسي باللي قدامي، إحساسي باللي قدامي لما بقعد مع حد تعبان، هل أنا بسمعه وبديله ودن تسمعه وتتعاطف معاه وحسسه أنا عايش معاه في مشكلتك، ما بفعلش حاجة، أنا مجرد عطيت له مجرد استماع، ده عمل. يعني عندي حاجات كتيرة مش محتاج فيها ماديات، فالأعمال بتاعت الواحد مش مرتبطة بالماديات، لكن أنا إزاي يبقى لي أعمال؟ حاجتين، لازم رقم واحد يكون ليه علاقة بربنا، ده زي ما قلت محدش هيشتغل بدراعه، اللي هيشتغل ربنا يشتغل جواه، وده اللي هيحدد نوع أعمالك. ما ده ممكن يكون لك أعمال بس شرير، هو ده هيحدد لي نظرتي الشمولية للحياة كلها. ده اللي هيحدد لي يعني قيمة إنه الحياة هي يعني مش هي كل حاجة. يعني في وقت الضيقة الواحد بيعرف كذا حاجة، فأثناء الضيقة يعرف أولا قيمة ربنا في وقت الضيقة، بيعرف نفسه أنه أنا كنت فاكر نفسي حاجة كبيرة أوي أوي أوي، طلعت ولا حاجة قدام الضيقة قدام المرض قدام المشكلة، طلعت أن ولا حاجة تتحل إلا إذا كان ربنا يتدخل. وبعرف قيمة الناس اللي حواليا، وبعرف قيمة الهدف اللي أنا عايش عشانه. فعشان يبقى لي أعمال أنا لازم يبقى جوايا ربنا نفسه اللي هيرشدني. تاني حاجة طبعا دي نقطة برضه مهمة، لازم يبقى عندي التفكير الواقعي في الحياة. بمعنى إيه؟ التفكير الواقعي يعني أنا تعرضت للمشكلة، طب المشكلة دي يعني أقصى خسارة هتوصل فيها إيه؟ هتبقى خسارة مادية مثلا أنا سيمعن برقم معين في حياتي، هل ده يستدعي أن أنا أعيش في توتر وأبقى كل همي محصور في المشكلة دي ومعكنة علي ومعكنة على الناس اللي حواليا، أوقف حياتي، وقفت حياتي ووقفت علاقتي بربنا وحصرت نفسي في المشكلة دي بشكل وعدة، هي أقصى حاجة هتوصل لها إيه؟ هنوصل لخسارة معينة. تاني حاجة لو حوصل حتى لخسارة معينة أتقبل الوضع ده، خلاص هأقلم نفسي على الوضع الجديد وأبقى راضي بيه، يا إما ربنا يحل المشكلة، لو ما حلهاش أنا راضي بالوضع ده، خلاص تأقلمت أن أنا أعيش بالوضع الجديد ده وراضي ومش ناقم، ومش ناقم على إن زمان كنت عايش كويس ودلوقتي الظروف بقت وحش، لا أنا راضي بالوضع الجديد ومتأكد ربنا الوضع الجديد ده هيستخدمني وهو المصلحتي في الأول وفي الآخر. بس طبعا إمتى مصلحتي في الأول في الآخر؟ لما أبقى لي علاقة بربنا. مش هيبقى مستمر يعني الوضع اللي احنا بنتكلم عليه الصعب واللي أقلم نفسي إن هعيش فيه أكيد مش هيبقى على طول، لكن المدة اللي ربنا محددها إيه وليه أكيد ربنا شايل خير. لا حتى لو نفترض حاجة هتستمر، افرض جاني مرض معين مثلا وما هستمر معايا طول حياتي، خلاص أنا راضي بيه ومتأقلم بيه وببص لنص الكوباية المليان، ببص انه في حاجات كتيرة لسه عندي موجودة حلوة اقدر اعيش بيها. دي الحاجات دي اللي بتخليني بقى ايه هدفي يستمر في الحياة، الهدف الصح، هدفي كإنسان مسيحي ايجابي مفيد للمجتمع ومفيد لنفسه ومفيد لأسرته وللكنيسة وكل الناس حواليه، تخليه يستمر امتى؟ لما ابقى راضي بالوضع اللي انا فيه وشاكر وشايف اللي عندي حلو كويس قوي، هو اللي راح مني ما يجيش حاجة قدام اللي باقي لسه في حياتي،
فهي دخل فيها حاجتين، دخل فيها ربنا يبقى موجود في حياتي، ده حاجة النظرة الواقعية للحياة للمشاكل حوالينا. مش عاوزين كل لما الواحد يتعرض لمشكلة يغرق جواها، يغرق جوا المشكلة. لا، هي مهما حصلت ايه حدودها احط لها حدود وابقى مقتنع باي وضع حتى جديد يحصل، ويفضل السلام باين على الانسان وجواه، وتفضل الابتسامه ماليه وشه، والبشاشه زي ما كنا بنتكلم لانها عمل خير، انك تحسس كل اللي حواليك ان الحياه حلوه وجميله طول ما ربنا فيها مهما كانت المحنه او الازمه. لو اخذت من حضرتك كلمه اخيره ورساله تعزيه حضرتك حابب انك انت تقولها، او حتى لو رساله بتوجهها لكل شخص النهارده عاوز يبدا يستعد لنهايه الرحله بتاعته، تقول لنا ايه؟ يمكن في نهايه الكلام بتاعنا، يعني الكتاب المقدس قال كده تمثلوا بايمانهم، وبولس الرسول قال كده تمثلوا بي كما انا بالمسيح. فاحنا مش حاجه غلط لما بالدكتور ثروت باسيلي من النماذج اللي ممكن نقتدي بيها في حياتنا، نقتدي بنظرته الشموليه، بفكره المتطور، بنظرته انه الناس كلها محتاجه، وبالتالي هو كان بيحن على الناس كلها مش بس بالفلوس، بالكلمه وبالمعامله الحلوه. طبعا نقتدي بيه انه الانسان ما يبقاش محصور في حياته في اعماله الوقتيه اللي عمله الدكتور ثروت، عايش لبعد كده، اعماله تشهد له زي ما قلنا كده، هتشهد له حتى بعد انتقاله، اعماله مستمره بتشهد له. كان هنا بشاره مستمره، الكنائس اللي بناها بشاره مستمره، الناس اللي ساعدهم في حياتهم وعدوا يعني مرحله التعب وبقوا ناس لهم وزن في المجتمع، رساله مستمره. انسان اعماله ما بتنتهيش بموت، اعماله مستمره حتى بعد موته، مش بس في الاخره يعني، لا حتى على الارض اعماله مستمره، بيفضل تاثيرها مستمر. دي رساله نقتدي بيها طبعا، وتعزيتنا طبعا لاسرته وللقناه ولكل الناس اللي كانت بتحبه. انا بشكرك جدا على وجود حضرتك معانا النهارده دكتور عادل الفوزي الخادم بكنيسه القديسه العذراء مريم بالعباسيه الشرقيه، ومره ثانيه بقول لحضرتك صباح النور، اهلا بيك. صباح الخير. شكرا لحضرتك. احنا لسه مستمرين معاكم في الحلقه الخاصه والكلمات الخاصه في حب الراحل دكتور ثروت باسيلي، لكن فاصل ولسه مكملين مع حضراتكم. وانت ايها الرب الهي جعلت عجائبك كثيره، وفي أفكارك ليس من يشبهك، وليقل في كل حين الذين يحبون خلاصك فليعظم ربه. وتشكرين على عطاياك، تشكرين على الحاجة اللي انت اديتها لنا. كريالا يسوع
صلاة ودعاء كل حين في الروح، واسهروا لهذا بعينه بكل مواظبة ودعاء من أجل جميع القديسين ومن أجلي أنا أيضا. برحب بحضراتكم مرة تانية، ولسه بنتكلم عن الأب الراحل دكتور ثروت باسيلي. ودايما الإنسان لما بنحب نعرف عنه أكتر بنقرب من أصدقائه، من أسرته وأفرادها. الصديق اللي دايما بيكون ملتصق بصديقه يعرف عنه كل حاجة، بيشوفه وقت حزنه، بيشوفه وقت غضبه، بيشوفه وقت نجاحه، بيشوفه وقت انكساره، بيكون جنبه في كل أزماته، بيشوف لو في تغيرات حصلت فيه، بيكون ليه السند. دايما الصديق بيكون إنسان حد مهم جدا في حياتنا. بيسعدني وشرفني يكون ضيفي دكتور ممدوح فخري، استشاري وجراح العيون، عضو كلية الجراحين الملكية بلندن وعضو المجلس الملي العام. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك. وهبدأ معاك اللحظة اللي تلقيت فيها خبر انتقال دكتور ثروت. استقبلت الخبر ده ازاي؟ ايه مشاعرك وقتها؟ حسيت بايه؟ كان حاجة مفاجأة جدا ليا طبعا. ان دكتور ثروت ده راجل عظيم، راجل قمة في كل حاجة. هتكلم على مين؟ عن دكتور ثروت، عن دكتور ثروت الصيدلي، ولا صاحبك زخانة ثروت في أسوان، ولا نقيب صيدلة أسوان، ولا صاحب شركة أمون، ولا سكرتير المجلس الملي العام، وكيل مجلس الملي العام، ولا عضو مجلس الشورى. مين ولا مين ولا مين؟ ولا ثروت جاري. ثروت كان ساكن جاري، انا واخد الشقه اللي فوقه، عم المرحوم الراجل القديس عم باسيلي والد دكتور ثروت. اتربوا تربيه عجيبه جدا جدا. كنت دايما اسمع كل يوم الصبحيه عم بثابت يلم اولاده ويرتلوا يقروا، أجبية باكر ويرتلوا، وبالليل قبل ما يناموا بالليل يقروا أجبية النوم ويرتلوا مع بعض. صوتهم بيبقى مسموع، بتبقوا سامعين درجة العمارة كلها بتسمعهم. ده ثروت، ده البيئة اللي تربى فيها ثروت، فلازم يطلع كده، مش ممكن يطلع حاجة تانية غير كده. هو ده ثروت. هو ده ثروت بقى مجلس الملي، وبقى وكيل مجلس الملي على مبدأ 30 سنة تقريبا. تعرف يا مجلس الملي اللي أنشئ كان بأمر من خديوي إسماعيل سنة 1874 بإنشاء المجلس الملي العام، ده أول مرة ينشأ المجلس الملي العام، وكان ساعتها وكيل المجلس الملي العام بطرس باشا غالي. وكان قاعدة كل خديوي أو سلطان أو ملك يمنع علاقة بشوية لأعضاء المجلس الملي العام، فعلى هذا الدكتور ثروت يبقى دكتور ثروت باشا باسيلي. هو ده الدكتور ثروت، وده اللي عشنا معايا. أنا عايز أبدأ مع حضرتك من البدايات، يعني نروح مع دكتور ثروت في رحلة كده. الإنسان بيحصل له تغيرات كتير قوي يا دكتور على مدار حياته، من طفولته لشبابه، الظروف والبيئة والمحكات اللي بيحتك بيها طول حياته بتغير فيه كتير وبتأثر، وبنشوف ده. لكن لأنك شفته من بداية نشأته اللي حضرتك اتكلمت عنها، والبيت اللي كان كنيسة، وروح الصلاة اللي كانت شاملة الأولاد، لو رحنا للمرحلة اللي بعدها والفترة اللي كان فيها شباب دكتور ثروت في بدايته، النقلة دي هل كان في تغير حصل في حياته، ولا أنت كنت بتشوف المرحلة دي إزاي معاه؟ ثروت كما هو، ثروت الشاب، ثروت الدكتور، ثروت عضو مجلس الشورى،
ثروة وكيل مجلس الأمير العام، ثروة الشماس، كلهم حاجة واحدة، كلهم ثروة الإنسان، مش ممكن يتغير مهما كانت، مهما كانت بيئة والحاجات اللي حواليه. ما كانش ليه أكتر من وجه فنم؟ ما كانش ليه أكتر من وجه زي ناس كتير ممكن يكون ليها ده. أبداً أبداً. كان واحد. ثروة واحد، ثروة الإنسان، هو ده ثروة، هو ده ثروة باشا باسيل اللي أنا بسميه. مش عارف أقول لك عليه. قولي بعض سماته الشخصية، يعني كنت بتشوفه إزاي؟ لما بيغضب، لما بيزعل، لما بيفرح، بيتصرف إزاي؟ يعني وطبعاً ده اللي قربك منه. يتعصب أو يزعل أو يتخانق مع حد. كان حتى في وسط ألامه مثلا أو تعبه ويجي واحد يطلب منه خدمة يجري حق له الخدمة دي. أسرة فقيرة من غير ما يحسسهم بحاجة يديهم الحاجة اللي هم عايزينها. عشان كده أنشأ قناة ستوية، أنشأ عشان كده، عشان أقدم خدمة للناس. قناة ستوية نقلت الكنيسة المسيحية للعالم كله، كانت أكبر مركز تبشير الكرازة في الدنيا كلها اللي أنشأها ثروة البسيلي. مش بس الكنائس اللي أنشأها، أنشأ كنائس في القاهرة، في قباء، في الساحل الشمالي، خارج مصر. مش بس أنشأ كنائس، ساعد وساهم في إنشاء خدمات أخرى. درجة أحيانا كنا في البطرخانة، كان أيام البابا شنودة كان يجي في أعياد مناسبة مثلا يروح مدي منحة لكل موظفين الكاتدرائية. ما حدش قال له كده، هو بيعملها من عنده بحيث إنهم محتاجين لحاجة هو يكون معهم. كان قديم على البابا شنودة، أديه كان بيحبه البابا شنودة، أديه كان بيتفاعل مع البابا شنودة، وكان بيتفاعل معنا في اجتماعات المجلس المدني، كنا نجتمع مرة كل شهر مع بعضينا. مهما كان الوضع، لدرجة البابا شنودة مثلا يكون راجع من أمريكا بيرجعوا بالليل وخري يقول احنا هنروح دلوقتي نعمل اجتماع دلوقتي، وبعد الاجتماع يروح طالع على الدير على طول. يعني ده ثروت، مش عارف اقول لك يعني اكتر من كده. انا تحديدا المجلس الملي والبصمات الفارقه في تاريخه وفي المجلس الملي هتكلم فيها مع حضرتك اكتر، لكن استاذ زكريا من المنيا اهلا بيك، صباح الخير. صباح الخير، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ زكريا، اتفضل. انا حضرتك الدكتور ثروت ليه على حسب ما قال سيدنا البابا كرولس في فيلم اللي شفناه، انت غني شاطر قوي يا ولد. هو صح زي النص اللي من سرج الملكوت، المادة والفلوس دي ما كانش لها اي لازمة عنه. عمل حاجات صدقيني في الميديا هنا، يعني انا اقرب حاجة وعصرتها كنيسة باسم القديس مارجلس في قرية، كانوا راحوا لسيدنا البابا وجاب له الأنبا يوحنس، فما رضيش يدخلهم وجابلهم بطريقة مش كويس يعني، فصوته معاه هو كان جوا بالصدفة، فده طلع فقال لهم فيه، قالوا له الكنيسة باقي لها كام شهر ولازم تتبني في الكام شهر دول، إذا ما اتبنتش القرار هيتلغي. بأمانة هم فكروا هو بيمشيهم، قالوا له سيبوا لي الورق، ساب لهم الورق بتاعه كله بتاع الكنيسة ورسومات، قال لهم خمس أيام والقرية دي اتكركبت أسمنت لحد أسمنت ومواد البناء وحديد لحد ما الكنيسة انتهت على الآخر من التشطيط حتى. فكان راجل عطاء، راجل كان يعني الإنجيل يتكلم عنه كتير، إن هو المادة دي أو الفلوس دي عبارة عن تحت رجلين لخدمة المسيح. كان في أي مواقف شخصية مع حضرتك يا أستاذ زكريا؟ صراحة كتير يعني كتير. وسلمنا أنا بنت حاليا في ثانية طب وابن في أولى ثانوي، كان برنامج هوس إيروف حضرة طب حضرة فيه، اللي هو كان بيجدع مع أبونا دومادلس القم السربامون اللي هو كان بيقدمه، فأولاد اشتركوا فيه وطلعوا من الأوائل وسلموا عليه شخصيا في القناة وخدوا منه هدايا، يعني ما ننساش لحد الوقت شنطة هوس إيروف دي فيها هدايا وعربية وحاجات جميلة خالص. وعملت حاجات كتيرة معايا أنا شخصيا يعني وأنا يعني نفسي يعني أنا امبارح بالليل بقول لدكتور ثروت، لو أنت فاكر الورق بتاع بنتي عشان كانت تسافر ألمانيا، لو أنت فاكر اللي عطناه لك من حوالي عشر سنين يا ريت تفتكره. امبارح صدقيني زي ما بكلم، أنا أول مرة في حياتي أنتوا تردوا عليا صراحة، أو حد يرد عليا من قناة يعني. فأنا فكرت امبارح، فأنا بفكره تاني النهاردة، واللي يكون بالمسيرة الأستاذ إيليا
انا بنتي كانت متعرضه لحادثه عربيه وفي بتر تحت الكوع، وهي في كليه الطب حاليا، وهي في اشد الاحتياج لطرف صناعه متقدم باشارات المخ بيتحرك، وهو ده في المانيا يعني، وهو ما يقدرش عليه الا بابا يسوع، وهو الدكتور سرت يكلم بابا يسوع يعني، او يشوف حل ليها يعني. استاذ زكريا، دكتور ثروت يعني حتى بعد ما رحل عن عالمنا، لكن هو موجود وهو دلوقتي بيتشفع فينا مع القديسين. انا امبارح بقول له ممكن تعمل زي ابراهيم الجوهري، بعد ما تنيح والراجل احتاج للفضه راح قال له روح خدها من التاجر الفلاني. انا لسه بالليل بقولها مع نفسي كده، وانا يمكن محرج ان انا اتكلم وصوت يوصل عشان ده دكتوره يعني، وبنتي الكبيره دكتوره صيدلانيه وجوزها دكتور صيدله، وكان ليا الشرف ان انا ادخل بنت صيدله، وصممت كان لها اكتر من صيدله يعني، دخلتها صيدله الكبيره علشان خاطر زي الدكتور ثروت يعني. ربنا يفرح قلبك بيهم يا استاذ زكريا، وان شاء الله مشكلتها تكون محلوله. برضه هو جنب بعملية كبيرة البنت تجميل مستشفى خاص كبيرة في القاهرة، وكانت تكاليفها باهظة. أنا عمري ما أنسى الراجل ده صراحة يعني. هو حاليا قدامي، أنا امبارح اتلقيت الخبر، قلت لبابا شنودة اتنيح أول يوم لنياحة البابا شنودة اللي هو كان أول امبارح بالليل ده لما جه شريط الأخبار. وأنا لو أملك إن أنا كنت أسافر أحضر جنازته أو كده، أو كنت أقدر يعني، انا ما يعني مش عارف، انا بخدم في مرقص المطرانيه في المنيا، وحاجات كتير كنت بتعرض ليها، اشوف سيرته لازم تيجي مع اي حد في قريه من القرى، القرى الكتير لحاجات كتير انا يعني مش عارف اقول لك ايه، او يعني مش عارف اتكلم صراحه يعني. الراجل دوا حتى لو حضرتك مش قادر تعبر من يعني من محبتك ليه، وان الكلمات اقل بكتير من انها توفي حقه، وحتى لو ما قدرتش انك تيجي عشان تحضر جنازته، هو هيبقى شايف كل الناس اللي بتحبه وحاسس بيهم وعارف محبتهم، وهي دي الزرعه الحقيقيه اللي زرعها دكتور ثروت. كل الكنيسه المصريه بجدم تعازي المسيح. هو طبعا هو بيتشفع فينا عند المسيح، انا واثق منه اكيد. هو مع البابا شنودة حاليا، هو راجل حلو خالص يعني. ومره حضرت الانبا هيدرا مترن اسوان لما راح من 42 سنه لبرشيط اسوان، ويقول لك ان برشيط ما كانش تملك سياره، هو الدكتور ثروت اول سياره جابها للانبا هيدرا في المترنيه عشان يخدم بيها، كان هو الدكتور ثروت بسيل. عمري ما انسى الموقف. اول انبا انطونيوس مرقص برضه كان لينا مسات جميله. انا يعني هختم مع حضرتك بانه فعلا الغني الشاطر زي ما ابائنا وصفوه، بانه الغني الشاطر اللي قدر يبني لنفسه مكان، لكن مش هنا على الارض، هنا بنى لنفسه المحبه في قلوب كل الناس اللي حواليه، وده اللي احنا شايفينه. وبشكرك جدا استاذ زكريا، وهو ده دكتور ثروت. يعني من بدايه اللقاء بتقولي هقول ايه عن دكتور ثروت؟ ابراهيم الجوهري الجديد. يعني الناس هي اللي بتتكلم من محبتها. انا شايفه استاذ زكريا عنده كلام كتير عاوز يوصف هو حاسس بايه، لكن الكلمات بتخونه ومش عارف يقول ايه. مليان كلام. بيتكلم عن الصعيد، وبيتكلم عن المنيا، وبيتكلم عن الانبا هيدرا، يعني الحقيقه نشاطه ومحبته كانوا مش منحصرين في مكان واحد محدد. انا عايزه ارجع مع حضرتك للمجلس الملي، وعلى مدار 30 سنة أكيد بالعمل الجد وبالمحبة دي كان ليه بصمات مميزة. لو حضرتك كلمتنا كده وخدتنا معاك في رحلة خلال ال 30 سنة. دكتور ثروت كان معانا من أول إنشاء المجلس الملي مع البابا شنودة وكيل المجلس. على كذا دورة ورا بعضيها، هو دايما وكيل المجلس، لن يتغير عن هذا. دايما بيحضر معانا، دايما يقعد على يمين قداسة البابا، ويمسك عصاية الرعاية بتاعت البابا، البابا شنودة يمسكها لثروت. في حصلت مشكلة كده حابب اتكلم عليها برضه. اتفضل. مرة مرات حاول بعض الناس يوقعوا بين البابا شنودة وبين دكتور ثروت. كان دكتور ثروت ساعتها في أمريكا، وكان بابا شنودة ساعتها في كليفلاند بيتعالج، وكنت أنا في هيوستن في أمريكا. فراح الدكتور ثروت عشان ما يضايقش البابا شنودة، راح البابا شنودة واداله ظرف مقفول في حاجة، اداه البابا شنودة وسلم عليه وصلى له وخده حضنه وهو بيعيط الدكتور ثروت ومشي.
بابش ما كانش عارف الظرف ده جواه ايه او ايه المكتوب فيه. بقى مش فتح الظرف، لا مكتوب فيه استقالة من المجلس الملي. فوجئ جدا لبابا شنودة، انا كان بيحب الدكتور بشكل عجيب. لحسن الحظ كنت انا ساعتها بكلم بابا شنودة وانا في يوستون، بكلمه في كليفلاند بقوله الكلام ده. قال لي الدكتور سارت عمل كده، لكن دكتور ده جوه عينيا، ده انسان لا يمكن اطلاقا نستمر من غيره. ساعتها قلت له برضو المجلس الملي لا يمكن يكون بدون ثروت باسيلي، لان هو المجلس الملي والمجلس الملي هو ثروت باسيلي. عشان كده فضل الاستقالة مع البابا شنودة ولم ينظر فيها حتى نياحة البابا شنودة، لان الدكتورات هو المجلس الملي. لكن لانه مش عاوز يحرجه، لكن مش عايز يحرج البابا شنودة، لكن بيشتري دايما او الحاجة الاساسية والاهم هي ابوته ومحبته للبابا. ما حبش يجرح حد، ما حبش يضايق حد، لان هو ده ثروت. طيب، لان محبين دكتور ثروت كلهم نفسهم يتكلموا عنه، واحنا بنكتشف حاجات كتير قوي كان بيعملها في الخفاء واحنا ما نعرفش عنها حاجه. معانا دكتور اسحاق من المنيا. صباح الخير. صباح الخير، اهلا بيك دكتور. اتفضل. عايزين في الدكتور العظيم الراحل الدكتور ثروت باسيلي، وانا بس حابب اعمل كون ان انا صيدلي، فعاوز اعمل يعني مشابهه كده صغيره، ان الدكتور ثروت ادخل صناعه الدواء الحديثه في مصر. هو من أول الناس اللي أدخل صناعة الأدوية الحديثة، وبعد ما عمل ده كله قال ندور ده على الدواء الروحي، يعني بعد الدواء الجسدي، فعمل قناة سي تي في اللي هي بتقدم الدواء الروحي ودخلته في كل بيت. يعني هو أنا صيدلي من حوالي 20 سنة وعارف تاريخ الدكتور ثروت وشركاته من اول الاستيراد والشركتين اللي هم اسسهم، ولاول مره في التاريخ ان شركه عالميه زي شركه جالاكسو تشتري مصانع مصريه وبالمنتجات بتاعتها وتصير تبع جالاكسو. فطبعا ده اللي يدل على عظمه هذا الراحل وعلى فكر هذا الراحل، واللي ادخل الادويه لكل محتاج في الكنائس وفي الاديره وفي الصيدليات الصغيرة اللي كنا بنقدم فيها الخدمة في الكنائس، وكان بيجينا تمويل شهري. بعد ده كله كمل هذا المشوار بتصنيع الدواء الروحي، وطبعا يعني ده التشبيه اللي أنا من ساعة ما هو رحل ومحدش هيتطرق ليه إلا حد عنده حس صيدلي. فهو قدم الدواء الجسدي وقدم الدواء الروحي، فأعظم عمل زي ما قال باشمهندس إيهاب صبحي أول امبارح، ان القناة مثلا بيصل مشاهديها 10 مليون اشارة، يعني حوالي 30 مليون شخص او 50 مليون شخص بالتناوب في العالم كله. فده طبعا الدواء وصل لكل الناس. الناس عاشت القراءات وعاشت الطقس وعاشت التسبحة، ودي فورمات روحية من الدواء، زي ما عندنا كبسولات واعراس في الدواء الجسدي، عندنا كبسولات روحية وأدوية روحية، هي العظات وهي التسبيحة الكيحكية وهي الصوم الكبير والبصخة. وطبعا ده أنا بقول الدكتور ثروت يستحق ألقاب كتيرة، ولكن يعني غير أنه هو الأرخن، غير أنه هو إبراهيم الجوهري، أنا أقول هو رجل العطاء الأنبا برام بتاع القرن العشرين. تعزية لكل الأسرة، أسرته اللي على الأرض، أسرته الكبيرة جدا من الصيادلة، أسرته الكبيرة جدا من محبيه، أسرته في سي تي في. نعما لك يا قديس الدواء الروحي وقديس الدواء الجسدي. شكرا. أشكرك جدا دكتور إسحاق، ويعني كلمات قد إيه فيها عمق وقد إيه فيها صدق وقد إيه مليانة محبة، وقد إيه الراجل ده أثر في كل الناس اللي حواليه. زي ما سمعته دكتور إسحاق اللي اتكلم انه مش بس وفر الدواء الجسدي للامراض، لكن كمان الدواء روحي، وده حقيقي احنا بنحسه لمجرد ان يكون في مشكله في البث على القناه. الناس اللي بتتابع القناه من خلال مواقعها على الانترنت
دايما بتبعت لنا لا في مشكله، فبيحسوا ان في خلل، ان في حاجه ناقصاهم. ناس بتحس ان في كنيسه جوه بيتها، اللي ما عندوش فرصه ولا عنده، وخصوصا خارج مصر طبعا مش متوفر له انه يقدر يحضر الصلوات ولا القداس، ولا نفسه يسمع ترنيمه، ولا نفسه يعرف اخبار الكنيسه. كل ده بيكون من خلال القناه. حقيقي هي رساله حقيقيه ودواء روحي نجح دكتور ثروت انه يوصلها لكل بيت. معانا استاذ مايكل من اسيوط، صباح الخير. صباح النور. اهلا بحضرتك، اتفضل. مايكل رفعت جادة من اسيوط، بيروت 7 بيروت، اسمها ساره. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اعزائنا بالوقت ويا المسيح، هو الدكتور ثروت بسيلي، وعمل انشطه كثيره. ربنا يعوضه في اورشليم السمائيه ويسكننا امام عرش النعمه. استاذ مايكل، حضرتك اتقابلت قبل كده مع دكتور ثروت في اي مكان وفي اي مناسبه؟ ولا من خلال اللي بتسمعه عنه او اللي بتشوفه او اعماله هي اللي خليتك عارفه اكتر؟ ايوه، انا ما اسمع دلوقتي البرنامج، ويعني ربنا يعوض محبته ويعوضه في اورشليم السمائيه. اكيد. شكرا يعني جدا استاذ مايكل، شكرا لحضرتك. نجاح، انا مش هقول غير نجاح، نجاح في المحبة، في كل حاجة. في كلمة كنت عايز اضيفها برضو، الدكتور ثروت مش بس عامل بابا شنودة، ده حتى عامل بابا كرولوس. الدكتور ثروت بعد نجاح بابا كرولوس اصر ياخد عربية بابا كرولوس، مش عارف عارف القصة دي ولا لا، بس واحتفظ بيها قدام شركة امون. كان بركة ما استعملهاش، لكن جاست ياخد بركة ان تبقى موجودة معاه، تديله قوة في حياته في اعماله في نشاطه. وكنت حضرتك بتحس بده، يعني طبعًا بتحس طبعًا ان الواحد لما بياخد باور كده من من حاجه، لما بكون حاسس مني بتشحن بتشحن بالحاجات دي. درجة في شركه امون لما عملها اثر لازم ياخد كل حاجه فيها عشان يبقى ياخد الايزو 1900 و1905، كل الايزو دي كلها عشان يثبت ان مصر تقدر تعمل احسن حاجه موجوده في مصر. وبعده كان في بقى اللي بيحزو دكتور ثروت، اللي دور انه ياخد زيه وانه يبتدي بقى، لكن كانت دايما الانطلاقه والبدايه القويه من عند الانفراد. كمان دكتور ثروت بعد ما تخرج اظن سنه حاجه وست 67 من كليه الصيدله، سافر امريكا لاول مره سنه 70، كان في لوس انجلوس، وده كان اول مره قابل فيه ابونا بشوي كامل في الخدمه هناك. ودي كانت بدايه علاقته بابونا بشوي كامل. دكتور ثروت بيعرف كل واحد، بيروح كل حته، بينشر اسم المسيح، بينشر من كل مكان، ده ابن الكنيسه، ده ابن الكنيسه، دكتور ثروت باشا بسيلي. حضرتك يعني في وقت حسيت لانك صديق ومقرب لي وعشره العمر، لما بتعدي عليه دقيقه او ازمه ويبقى مخنوق ويبقى حاسس انه عاوز يعمل حاجه بس مش قادر، في حاجات معكسانه ويعملها ويحققها، كان بيبقى حاسس ازاي؟ بيشتكي لك، بيقول لك ايه، بيتصرف ازاي؟ الحاجات دي كل ما بينهاش اطلاقا، مهما كان حاجه اللي ضايقته او اثرت فيه ما بينهاش قدام الناس جواه، عشان كده كتير تعب، لان كل حاجه بياخدها جوه نفسه، ما بيحبش يطلع اي حاجه بره، كان بيكتم، بيطلع سعاده بره، لكن الضيقه والزعل والحزن لا يمكن نشره على الناس، ما بيشاركش حد فيه، بيحتفظ بنفسه هو، وده الاثر عليه اكتر وتعبه اكتر. حضرتك بتشوف ان دي حاجه يعني صح ولا محبه اكبر؟ يعني يمكن لو فرغ مع حد من اصدقائه اتكلم يمكن يفكروا مع بعض، لكن زي ما حضرتك قلت محبه بيحب ينشر الابتسامه، بس دي اللي بين بقاس. طبعا المحبه دي حضرتك بتشوف انها دلوقتي بقت عمله نادره، يعني مش موجوده كتير، قليل قوي انك تلاقيها الايام دي، قليل طبعا. ايه السبب اللي وصلنا لكده؟ ولما ربنا يبعت في وسطنا حد بيعلمنا انه لا لسه ينفع ان انتوا تبقوا صوره ربنا وتكونوا على صورته ومثاله زي ما كان دكتور ثروت، احنا ايه اللي وصلنا للمراحل اللي خلتنا نعاني من بعض ونتعب ونشوف ان مفيش محبه والصراع حتى اللي يخلينا احيانا بنضر بعض يا دكتور؟ الدنيا اتغيرت، كل حاجه اتغيرت، النفوس اتغيرت، الشخصيات اتغيرت، الاخلاق اتغيرت، الفلوس اتغيرت. زمان قيمه الفلوس غير قيمه الفلوس دلوقتي، كل حاجه اتغيرت في الدنيا، لكن بني ادم ما اتغيرش، والبني ادم اللي طينته من جواه زي ما اتربى ثروت هو ده اللي يفضل باقي، مهما كانت حاجه تحاولي شكلها ايه، لكن بيتغير ده وضع تاني، مش زي ثروت ابدا. الواحد زي ما بيتربى زي ما بيربي اولاده. بالظبط. تعالى حضرتك نتكلم عن تربيته لاولاده وعن بيته.
بتشوفه ازاي؟ بتشوف طريقة تعاملاته مع أولاده كانت عاملة ايه؟ هل يعني المستوى الاجتماعي والمستوى المادي أثر فيهم أو أثر عليهم أو خلاه هو حتى بيتكلم مع حضرتك ومع ناس المقربين إنه قلقان عليهم وخايف عليهم يعني وسط الزحمة يتغيروا سن مراهقة سن شباب؟ ما فكرش كده إيه؟ إطلاقا دكتور سارة خالص، أنا عارف المسيح معاهم، المسيح جواهم، وكان بيديهم زي ما خد من أبوه الحب بديهم هم الحب برضه، اللي خدوا من عم ثابت بديه لاولاده لو كان دكتور ايليا ولا جورج، هي دي الخدمه، هي دي المحبه، هو ده جورج، هو ده ثروت. ما كانش بيخاف عليهم، عارف انه بيربي صح، فهم مهما كان ربنا بيكمل من غير ما ادور ماشيين في المسار ده. اعتقد ان احنا محتاجين ناخد الخطوه دي والخط ده نمشي عليه احنا كمان في بيوتنا ومع ولادنا. يا ريت يا ريت. في ناس بتشوف ان ده صعب ودايما عندها أعذار بأن الحياة بتشد الولاد، أن التطور، أن التكنولوجيا، أن يعني دايما بنقول أسباب بتغير، لكن ربي يكون جوانا أكتر عشان شدينا أكتر نبعد على الحاجات دي كلها. هنعزي مين ولا مين؟ نعزي الشعب ونعزي الكنيسة ونعزي الوطن ونعزي مجلس ميرلي ونعزي مجلس الشورى، نعزي نفسنا احنا بقى، لأن احنا هم كل دول، ونعزي كل عيلة الإنسان ثروت باشا بسيلي. أكيد. معنا كمان ميري من بني سويف. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا بيكي، اتفضلي. انا بعزي حضرتك وبعزي الكنيسه كلها، بعزي نفسي اولا لان انا كنت بحب دكتور ثروت جدا، كنت بعتبره اب لينا واب للكنيسه كلها. ميري انت قابلتي دكتور ثروت يعني ليكي مواقف معاه؟ انا عايزه احكي موقف صغير معاه. اتفضلي. من الموقف اللي هحكيه ده يعني قليل جدا بالنسبه للمواقف اللي الناس كلها حكتها. بس هو فارق معايا انا شخصيا جدا. طبعا اتفضلي يا ميري سامعينك. انا شفته في كبرياء قداس العيد ليله الصيامه العيد اللي فات، وبعد قداس ما خلص انا طلعت قدام كده عند الهيكل شويه، لقيته ماشي مع واحد تاني كان ماشي جنبه وبيتكلموا. انا عايز اقول لك انا لما شفته من كتر هيبته يعني بامانه انا كنت شايفه نور خارج من وشه ونور خارج من عينيه. انا من كتر زبت اتفاجئت، ونسيت اقول للدكتور، ونسيت اقول له يا فندم، قلت له حضرتك دكتور ثروت بشيري، سوري قلت له حضرتك ثروت بشيري كده من غير دكتور من غير اي حاجه. انا اتفاجئت لما شفت، يعني انا بحب جدا اصلا، لما شفت فرح وهو بكل تواضع ومحبه قال لي ايوه انا ثروت بشيري. يعني انا بالنسبه له كنت طفله واقفه جنبه، انا عندي 20 سنه فبالنسبه له طفله بنته، بس هو بكل محبة قال لي أيوة أنا ثروت بشيري، وقف عايد عليا وسلم عليا وقال لي كل سنة وأنت طيبة يا بنتي. أنا كنت مبسوطة جدا جدا، وقلت له ممكن أتصور مع حضرتك؟ وافق إن هو يقف يتصور معايا رغم إن هو كان تعبان وكان ماشي بالعافية وكان تعبان جدا في العيد اللي فات ده، بس رغم كده إن هو وقف يتصور معايا ومعاه رغم إن كان معاه شخص تاني بس سابه وجايبه. هو مش موقف صغير يا ميري، هو مش موقف صغير زي ما انت بتقولي، لكن برضو بيورينا قد ايه الجانب الانساني وقد ايه محبته لكل الناس اللي حواليه، وقد ايه هو كمان انسان متواضع من غير ما يبقى عارف الشخص اللي قدامه، مش بيدور صغير ولا كبير عشان يقدر يقف يتكلم معاه، معاه ناس ولا لا، لكن محبته دايما بتغلب في كل تعاملاته. وكلمه ازيك يا بنتي او كل سنه وانت طيبه، كلمه يا بنتي دي او يا ابني دايما كان بيقولها لكل الناس اللي حواليه، عشان كده الكل كان بيحس بابوته ليهم. يعني شكرا ليك. انا سمعت الخبر اول امبارح وانا بعيط ومنهاره جدا وزعلانه عليه، بس انا فرحانه ان هو في السماء ومع البابا شنود، هو كان بيحب البابا شنود وراح عند البابا شنود. اكيد. اشكرك يا ميري، ربنا يعزيكي ويعزينا جميعا. شكرا ليكي. هي شايفه انها حاجه صغيره، لكن انا شخصيا شايفه انها حاجه كبيره، حاجة كبيره يعني. وده من تجارب شخصيه لكل الناس، طريقه كلامه مع اللي قدامه، هو ده الدكتور ثروت. بيقول ده يا ابني ولا ده يا بنتي، حاسسك شال كل المسافه اللي ممكن تكون بعدك وانت بتتكلم عنه او معاه في مشكله معينه، فدوبها خالص تقدر بقى تتكلم براحتك، بيفتح ويدي المساحه للي قدامه انه يقدر يعبر عن اللي جواه ويقول، يشيل اي رهبه بينه وبين اي انسان تاني قصاده. صحيح. هي اتلخبطت حتى وشالت الالقاب. ميري وهي بتحكي يعني ده. عايزه اروح مع حضرتك لفكر دكتور ثروت في التعامل مع مشاكل اقباط المهجر ونظرته ليهم،
يعني احنا سمعناه في اكتر من حديثه وهو بيتكلم عنه، بيقول قد ايه هم جزء اصيل من مصر، ما ينفعش دايما ان احنا نقصيهم او نشوف ان هم ناس سابوا البلد ومش موجودين معانا وما لهمش دور ولا تاثير. كان بيتعامل ازاي مع فكره، كان ايه ناحيتهم لو في مشاكل معينه لاقباط المهجر، كان ايه دور؟ كان كل التفكير اقباط المهجر دول جزء من الكنيسه وجزء من مصر. مش ممكن يعملوا حاجه ضد مصر او ضد رئيس مصر لما يكون في زيارتهم هناك. كان دائما قداسة بابا حتى يسافر او يبعت ثروت او يبعت حد قبل زياره الرئيس للبلاد في المهجر عشان يوضب كل حاجه هناك على شعب المسيحيين والشباب هناك، فيهم قد ايه مصر حلوه وقد ايه ما عندناش اي اختلافات في وطننا، احنا نسيج واحد وبلد واحده وعيشه واحده. وكانوا بيسمعوا منه دكتور، يعني هو كان بيبعت دكتور ثروت لانه عارف انه ليه تاثير، هيتسمع منه هيتسمع منه. مصر وطن مش عايشين فيه زي ما قال بابا شنودة، ده وطن عايش جوانا. كان بيقف معهم حتى في لجنة البر، كان ياما شارك في لجنة بر خدمة مع البابا شنودة، ياما ساهم في تقديم معونات لناس من غير ما يقول، من غير ما يبلغ حد، حتى من غير ما يطلب الشخص لما حس انه محتاج من غير ما يطلبها بيديله. هو ده ثروت. كان بيرفع عن الانسان الخجل، لان بيبقى فيه كتير اسر مستتره وفي اشخاص بيبقى نفسهم عزيزه عليهم. عايز. صحيح، هو بيحسها من غير ما يقول الشخص الاخر. الانسان العصامي اللي بنى نفسه بنفسه، وده البدايه بتبقى ازاي والتعب بيبقى ازاي. وزي الواحد دخل ثروت في اسوان، اسوان اللي ثروت دلوقتي عالم تاني. بنى نفسه بنفسه فعلا. اكيد. طيب احنا معانا كمان دكتور اسامه عشم، استاذ الموارد البشريه. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، ازيكم؟ اهلا بيك معانا دكتور. اهلا بيك. بصي انا يعني عايز اتكلم في نقطتين شفتهم بعيني مع دكتور ثروت، هذا العملاق الرائع يعني. اتفضل. انا اول مقابله في حياتي عملتها انترفيو كانت مع دكتور ثروت بسيلي سنه 87، وكان في مكتب الايموبيليا في وسط البلد، وانا ما كنتش اعرفه، ورايح هقابل دكتور ثروت، ويعني بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا. عملت الانترفيو وقال لي جمله كده، قال لي بص النجاح مش نجاح الانسان في عمله بس، نجاحه في ان هو يشهد لربنا في المجتمع. ودي جملة كانت أول مرة يعني أول مرة في بداية حياتي تتحط قدامي، حسيت قد كده هو بيهتم بالبني آدم، الإنسان عنده هو الغالي، هو الريسورس أو هو المورد. أول واحد حط لي قدام عينيا حاجة في الاتش آر أو في الموارد البشرية كان دكتور ثروت بسيلي. ده على المستوى المهني. على المستوى الكنسي دكتور ثروت بسيلي، وانا اول مره اقول الكلام ده لان هو كان بيرفض شخصيا ان انا اتكلم فيه اصلا، ما كانش بيرضى على الاطلاق. كورال المسرح القبطي، شخصيه الشباب يافت انبا موسى ويافت انبا رفائيل، انا ماسك الكورال ده من سنه 86. كان حلمي ان احنا نخرج نمثل مصر والكنيسه بره مصر. فاول ترشيح جالنا سنه 96 كانت تكلفه عاليه. فأنا يعني كلمت أنبا موسى وكان متريح البابا شنودة، وقلنا طيب نشوف دكتور ثروت ماله دكتور الموضوع كذا، هو يعني الموضوع بالنسبة له يعني كرة. فقال لي طيب بس هتجيبوا لنا مركز ولا هترجعوا كده، كانت مسابقة. فقلت له صلوا لنا، قال لي أنتوا معاكم البركة كلها، خلاص البابا شنودة يصلي لكم. وفعلا سافرنا بتكلفة مساهمة من الدكتور ثروت، خدنا مركز تاني. لما رجعنا جالنا سفرية تانية للبرازيل، وكانت غالية جدا، كانت تذكرة ب 5000 جنيه سنة 97. فأنا بقول لنيافة أنبا موسى سيدنا البرازيل، قال لي لا أنت هتطمع بقى، يعني مش معقول يعني. قلت له، قال لي طب بص أنا مش هتكلم الدكتور، أنت عايز تكلمه كلمه. فأنا رحت قابلته في المكتب في الشركة، قلت له دكتور ثروت الموضوع كذا 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 كذا، قال لي أنت بتتكلم في إيه؟ أنت من النهاردة كل حاجه للفريق انا هتكفل بيها. ومن سنتها من سنه 97 طلعنا 28 مهرجان على مستوى العالم، التكلفه كامله، وانا اول مره اقول الكلام ده، تكلفه كامله كان بيدفعها الدكتور ثروت بسيلي.
97 لما رحنا البرازيل وخدنا مركز اول على مستوى العالم، ما كانش لسه الموبايلات موجوده. بعت له شخصيا على الفاكس، قلت له احنا كذا كذا خدنا مركز. فرحته قد ايه لما رجعنا عمل لنا احتفاليه عنده في المكتب، والصور لسه كنت بطلعها امبارح، يعني احتفاليه كبيره جدا. وكان فرحان جدا ان احنا رفعنا اسم مصر والكنيسه. كان دايما يقول لي كده الانسان المسيحي يشهد للمسيح، يشهد للمسيح في المجتمع. فانتوا ربنا اداكم موهبه كويسه، استمروا لغايه اخر سفريه لغايه 2006 هو اللي كان بيتكفل. والسنه اللي فاتت اخر مره شفته فيها وقابلته فيها كان في الاحتفاليه، كنا عاملين احتفاليه بمناسبه مرور 30 سنه على انشاء كورال المسرح القبطي في اسطول الشباب. فقابلته وقلت له دكتور ثروت عايزين نعمل كذا كذا كذا، قال لي بص كل اللي انتوا عايزينه انا هتكفل بيه. قلت له يا دكتور ثروت انا بعزم حضرتك، بس احنا مش عايزين حاجه، عايزين وجود حضرتك كفايه. فقال لي لا 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 مالكش دعوه، بس شوف عايزين ايه. قلت له لا احنا بحق ما عايزين حاجه، احنا عايزين وجودك معانا. قال لي 30 سنه مروا فيهم نجاحات وفيهم. قلت له انا عمري ما بنسى كلمتك اللي انت قلتها لي اول ما تعينت، اول ما اشتغلت، ان المسيحيين الحقيقيين الناس يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. ده كان دكتور ثروت بسيلي اللي انا شفته وعاشرته، وللاسف ظروف مرضه ما اتاحتش ان هو يحضر الحفله، لكن بعت لي رساله قال لي عقبال المئويه. فقلت له بوجودك، لان انت واحد من الناس اللي ليهم الفضل الكبير بعد قداسة البابا شنودة ونيافة أنبا موسى ونيافة أنبا رفائيل في وجود كورال المسرح القدسي، وإن هو يرفع اسم مصر والكنيسة في 28 مهرجان بره العالم. فهذا الرجل العملاق على المستوى الشخصي، على المستوى المهني، على مستوى يعني عايز أقول لك يعني مهما حكيت عن الرجل العظيم ده انا لا يمكن اقدر اوفي حقه. اول ما فتحت قناه سي تي في احنا اول كوراجي عمل كريسماس كان هو اللي كلمني شخصيا، قلت له ده احنا نيجي، ده احنا يعني ده على راسنا من فوق. تصور الواحد مهما نتكلم عليه مش هيوفي حقه، بس الناس دي مش بتموت. يعني انا بالنسبه لي دكتور ثروت غير عنواني مش اكتر، تغيير عنوان من الارض للسماء. هو دكتور اسامه هو مش هيموت لانه عايش عليه من مسكن الموت لمسكن هو مش هيموت لانه عايش في 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 كل الناس اللي غير واثر في حياتهم. يعني دي الحاجه اللي كنت عايز اسال حضرتك عليها، غير العباره اللي هو قالها لك وفضلت قدامك طول حياتك، غير في حياتك ازاي؟ غير في حياه ناس ممكن يكونوا حتى في الكورال لما بيشوفوا انسان بيخدم بالشكل ده، بيحب انه يوصل صوت ربنا وكلمه ربنا ايا كانت التكلفه طالما ربنا مديه ازاي؟ اكيد الموضوع ده غير مسار حياه ناس كتير. مش غير مسار بس، هو كفايه ان انت تشوفي قدوه ناجحه. يعني دكتور ثروت على المستوى المهني كان ناجح جدا، على المستوى الكنسي كان ناجح جدا. احنا كتير قوي في الكنيسه الناس تبقى ناجحه على مستوى الكنيسه وبس. دكتور ثروت كان نموذج رائع، وكان دايما يقول لي الدراسه هي الاساس، ما تاخدش الحكايه سهله. ودي جمله كنت دايما اسمعها منه، اللي بيتعب من يزرعونا بالدموع يحصدونا بالتهاج. ده كان كلامه. هو اللي شجع ان احنا ان ادرس موسيقى، شجع ان انا ادرس سينما. شوفي يعني هذا الرجل رغم ان دي جوانب ثانيه، يعني جوانب ثانيه مش كتير يعرفوها. حتى على المستوى الشخصي كان دايما يقول لي لا، يعني طول ما انت بتخدم ربنا وطول ما انت بتدرس بجد وعايز تعمل حاجه ربنا دايما هيدي. زي ما كان قداسة البابا بيقول، كان بيقول لما يكون في نية ربنا يدي الامكانيه. فلما يكون الواحد عنده نيه لدرجه ان انا في مره كنت بقول له يعني احلام حضرتك ان انت تعمل قناه مسيحيه، هو كان دايما يقول انا خايف ان انا اعمل ده، لكن جه في وقت قال لا، ما هو احنا يعني ربنا، انا عندي النيه اكيد ربنا هيدينا الامكانيه. ولو ما عملش حاجه في حياته غير القناه دي، هو كان دايما يقول كده، على مجرد بس وجود القناه والناس تحط عشور
في ربنا ده كان كفايه. فهو ما كانش بيخدم بكلام، كان بيخدم بافعال، كان ربنا بيشتغل جواه. كنا بنشوف صوره المسيح، كنا بنشوف قد ايه خدمته بجد والتواضع. يعني واحد في مركز دكتور ثروت يعني ممكن بس تقابليه ده صعب جدا، لكن هو كان شخصية متواضعة إلى أقصى صحيح. درجة. ما كانش عالم في الكتاب، كان عامل بالكتاب. وهو ده الفرق. كتير جدا مننا بيبقوا عالمين في الكتاب المقدس بس مش عاملين بالكتاب المقدس. هو كان عامل، كان بيشهد للمسيح، كان نموذج حي على النجاح على كل المستويات. كان فعلا زي ما ربنا كان مع يوسف فكان رجلا ناجحا، كان الله مع دكتور ثروت فكان رجلا، كان رجل ناجح. ونجاحاته والاساس اللي بناه، وهنفضل نقول الاساسات اللي هو بناها في كل حاجه وفي نفوس الناس كمان اللي حواليه، هي دي اللي هتفضل. بشكرك جدا دكتور اسامة عشم. الحقيقه حتى لو حضرتك مش عارف تقول عن دكتور ثروت ايه، كل واحد اثر في حياته بموقف معين وبيحكي، وفكرنا ان احنا ندون كل ده ونكتبه، مش هيكفيه كتب. كنت بدي كده طبعا. طيب انا عايز ارجع مره تانية لوطنيه دكتور ثروت ودوره ومحبته لمصر. احنا يعني اتكلمنا في موضوع الايزو، ازاي كان عاوز يرفع اسم مصر ودوره كمان مع اقباط المهجر، وده كان على مستوى الدوله لانه كان بيسافر زي ما حضرتك وضحت دلوقتي عشان يمهد الطريق لاي زيارات رسميه. حتى في الفترات اللي كان بيكون فيها تعب ورحلات للعلاج او ظروف صعبه بتضطروا للسفر والعوده مره تانية لمصر، دكتور ثروت تتعرض كمان في بعض الاوقات لكلمات، لهجوم، لظلم، لحاجات كتير قوي. في الوقت ده كان بيستقبل برضو ده ازاي؟ هل مره اتكلم مع حضرتك في الموضوع ده وكان متضايق، فكر انه ليه انا بيحصل لي كده؟ طب انا بعمل حاجات كويسه، ليه الناس بتتعامل وترد لي ده بالشكل ده؟ ولا كان بيتعامل مع المواقف دي ازاي؟ ما كان رد عليه، انت الدكتور زي الهرم، مهما حاول حد يكسر ويقطع فيه مش هيعمل حاجة. الهرم هو هرم مهما كانت الظروف. ده رد حضرتك؟ طبعا. كان بيستقبل الكلام ده بقى و... بيريحه نفسيا، لان اصلا ما يحبش يبين اي حاجة قدام حد. ما كانش بياخد اي مواقف في الموضوع اطلاقا مع اي حد اذاه يتكلم عنه، ما فيش مواقف معي. ده حتى يوم العيد جلوس قداسة بابا طاووس السنة اللي فاتت كنا هنروح البابا طاووس لقاء معاه في قرية في مقر لوجوس في دير أنبابشوي. فالبابا قال لي شال كلم الدكتور ثروت، هل معاه؟ كان دكتور تعبان مريض في البيت، هل يناسبه الميعاد ده ولا لأ؟ عشان ما كانش يناسبه هنغير الميعاد، لازم يكون موجود معنا الدكتور ثروت. فكلمت الدكتور ثروت قال لي طبعا أكون معاكم، مش ممكن أسيب فرصة زي كده. وجي وهو مريض واتنين موجودين، واحدة يمين واحدة شمال، وجي وصل عند لغاية عندنا في مقر اللوجوس في الأنبيب شوي. ده ثروت باشا بسيدي. المرض ما بيمنعوش عن كان. حاجة كان. هو حابب انه يعملها، شايف انه هياخد من خلالها بركة او عمل مهما كان التعب. بالظبط. حضرتك اتكلمت في فترة زمنية عن محبته وعلاقته بالبابا كيرلس السادس. وطبعا علاقته لكل الناس عارفاها وشايفاها وكلنا عشنا معاه، علاقته بمثلث الطوبه بابا شنوده الثالث، وكمان علاقته بالبابا كيرلس. لو حبينا نحط الثلاث مراحل دول كده جنب بعض ونتكلم عنهم، دايما احنا بنسمي حتى في الدوله مرحله انتقاليه من وقت للتاني، كل واحد بيبقى له سياسته، بيبقى له فكره، بيبقى له الناس القريبين منه. لكن شخصيه دكتور ثروت نجحت انها تكون موجوده وتفرض نفسها بمحبه في الثلاث عصور. في الثلاث عصور لو حضرتك كلمتنا الفرق في الثلاث مراحل، مش بس في شخصيته لكن حتى في الاجواء العامه اللي هو نجح ان يكون برضه موجود فيها. علاقه بابا كيرلس كانت علاقه بسيطه قصيره، ان انا قاعد ما فتره قصيره، والبابا تودوس برضه فتره قصيره، لكن بابا شنوده 40 سنه اطول فتره. عشان كتير ناس كانوا عايزين يهاجموا الدكتور ثروت، يهاجموا في علاقته مع البابا شنوده. عارفين قد ايه البابا شنوده بيحبه وقد هو بيحب البابا شنوده، لكن ما اثرتش فيه خالص. هو يفضل كما هو زي الهرم، مش ممكن يتغير، مش ممكن يتغير فيه حاجه. نجح انه يتخطى مرحله الهجوم اللي كانت بتحصل، ولا تاثر فيه ولا تاثر في نفسيته.
ما كانش بيحس ان ممكن ده يكون ساب اثر في نفسيه قداسه البابا شويه، انه صدق اشاعه معينه، فابتدي بقى هو ليه اسلوب في التعامل، زي الموقف اللي حضرتك حكيته لما راح في امريكا في لما كتب له الورق. يعني لو الموقف ده كان حصل هنا في مصر، الدكتور صوتك بيتعامل ازاي؟ اكيد حاجه طبعا كانت بتخليه يبقى صعبان عليه من جواه، لكن عشان كده عيط وخد البابا وحضن بعضهم بيعيط هما الاثنين، هو هناك في كليفلاند البابا عيان وثروت عيان. البابا تودروس علاقته بالبابا تودروس حلوه جدا طبعا، بابا بيحبه قد ايه، موجود معنا في مجلس ملي طول فتره، بقى لنا دلوقتي 5 سنين مع بابا تودروس، في وجود دكتور ثروت معنا لدرجه من كتر حب البابا لتودروس معنا المجلس ملي يفضل قاعد، مش عامل انتخابات دلوقتي، يفضل مجلس ملي معنا عشان مرتاح معاكم. مش عارف اقول لك، شايف الامور مستقره؟ مش لاقول حاجه على الدكتور ثروت، يكفي ان هو بيتنعم في فردوس النعيم دلوقتي مع المسيح، مع حبايبه، مع البابا شنودة، مع بابا كرولوس، مع كل الناس الحلوين دول كلهم، ويشفع لنا الدم المسيح في السماء. ما عندناش حاجة تانية نقولها أكتر من كده. احنا معنا حد كمان من أحباء دكتور ثروت، أستاذة نادية من القاهرة. صباح الخير. صباح النور. أهلا بيك، اتفضل. الله يخليك. أنا بعد في القناة وبعد البابا وبعد الأستاذ مدام النبيين، جاتنا هنا في الأراضي وديتنا كلمة يعني. الو، احنا سامعينك يا استاذه ناديه، اتفضلي. انا بقول لك انا بعزي الاستاذ ايليا وبعزي البابا وبعزي الاستاذ البابا تدروس، وربنا يشفيه ويجيبه بالسلامه. والاستاذه نديم جاتنا هنا في الاراضين في اجتماع عام يوم حد وديتنا كلمه يعني. وانا بعزي القناه والسيد هو عمل القناه. احنا ما تقابلناش معاه صح، بس احنا تقابلنا مع بنته يعني وجاتنا في الكنيسه. انت حسيتي انك انت شفتي الدكتور ثروت من خلال مقابلتك لبنته؟ لا، بنتي وجات عندنا في الاراضي وديتنا كلمه يعني في اجتماع عام يوم الاحد من فتره يعني. طيب شكرا ليكي. وانا بعزيكم وبعز الكنيسه كلها وبعز مصر كلها. واحنا كمان بنعزيكي وبنعزي كل احباء الدكتور ثروت. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. مع السلامه. ايه اللي هنفتقده في غياب دكتور ثروت؟ انا عارفه انها حاجات كتير قوي، لكن في حاجات هتغيب عننا رغم وجوده اللي هيكون بيفرض نفسه في كل وقت، رغم انه موجود جوه قلوبنا، لكن طبعا اكيد في معاني مش هتبقى موجوده بغيابه. ثروت حتى لو انتقل، ثروت ما ماتش، مفيش موت عندنا في المسيحيه، ثروت انتقل عزل من مكان لمكان تاني، بس لك حبه موجود وشخصيته موجوده وتصرفاته موجوده وكل سيرته ماشيه وبيكملها ايليا، بيكمل كل مسيره الدكتور ثروت، لان حاجه لا يمكن تنتهي، وايليا ولاده هيكملوا المسيره وهكذا، دي الى الابد هتكون بالطريقه دي، لان ثروت مش ممكن ينتهي اطلاقا. في حته صغيره فكرتك فيها، لما كنا مع البابا شنوده كان بيعزمنا يوم احتفال بعيد جلوسه، كنا رحنا قبله في دير ان بابشوي، اديك نفكر في حاجه صغيره، كان مدام الدكتور ثروت تيجي بشنطه تحط في ازازه ميه ساعه صغيره، عشان احنا دايما بنقعد مع البابا شنودة في اثناء الاحتفال، الساعة ما يعطش بابا شنودة تفتح عشان تديله ازازة مية ساعة. شوف دي حاجة صغيرة بسيطة جدا بيفكر فيها، عشان عايز يرضي البابا شنودة، عايز يحس ان كل حاجة ممكن تكون موجودة معاه. هو ده ثروت. بيحس انه ابنه، دايما الابن بيدور ازاي يفرح ابوه. ازاي يفرح ابوه. يكون دايما جنبه قبل ما يطلب الحاجة يكون موفرها له. وبالتالي العكس يعني، برضو الاب بيحس بمحبه ابنائه وبيدي، مش محتاجين نتكلم كده. تهاجم كتير مع بابا شنوده، لكن ما هموش الهجوم خالص ولا هم البابا شنوده الهجوم. فضلت اخر وقت منتقل بابا شنوده ثروت حبيب البابا شنوده. انا سعيده بكلام حضرتك ده، لانه النهارده هو بيرد على ناس يمكن لغايه اللحظه اللي احنا فيها كانت مصدقه فكره انه الهجوم اللي حصل نجح في انه يعمل او يصنع خلاف بين دكتور ثروت والبابا شنوده. يعني لغايه النهارده كان في ناس مصدقه كده. طبعا في ناس كده، عشان كده انا قلت حتى موضوع الاستقاله دي هي النقطه المهمه، ان حتى البابا شنودة ما رضيش يفتح الظرف. اللي مش ممكن مجلس مالي من غير ثروت باسيلي. مش قد ايه؟ وحتى جه في تصريحات بابا شنودة كده قال لا يمكن الكلام ده انظر فيه ولا الاستقاله افكر فيها، لان ثروت هو المجلس المالي ومجلس مالي هو ثروت. وبعد الموقف اللي حضرتك حكيته المايه رجعت لمجاريها يعني، والعلاقه ما كانش فيه اي اطلاق ابدا ابدا ابدا. حضرتك بتتكلم دلوقتي عن امتداده في اولاده، وانهم اكيد هيمشوا طبعًا على نفس النهج ده، وده نجاح لتربيه دكتور ثروت لاولاده يعني. حضرتك منتظر منهم ايه؟ يعني
ايه اللي انت متوقع او بتتمنى، او لو حبيت النهارده تقول لهم حاجه تقول لهم ايه غير ان احنا بنعزيهم؟ زي ما عم ثابت ربى ثروت، ثروت ربى ايليا، وريح يربي ولاده، وتفضل مسيره مستمره دايما عشان ثروت يفضل دايما عايش مهما كانت الظروف. ايليا امشي في طريق ثروت ايليا، لان ثروت هو كل حاجه في البلد دي دلوقتي. ذكراه لا يمكن تضيع، افكار لا يمكن تضيع، خدمات مش ممكن تضيع ولا تقل، بالعكس تزيد اكتر واكتر. ده المكان في كنيسه عدر ارض الجولف، هو ما بناها ما بناش عدر ارض الجولف، لكن حس ان الكراسي متعبه للناس وقاعدين. عارفه اللي حصل ايه؟ جلد الكراسي كلها بالجلد عشان عين الشخص ما يقعد على الكرسي ما يبقاش تعبان في الكنيسه. شوف تفكيره ايه؟ في الخشب المتعب، عايز يريح الناس وقت الصلاه ويكونوا موجودين. ادي ثروت، هو ده ثروت، ثروت باشا بسيلي. ثروت باشا بسيلي، صحيح. في اخطاء بنقع فيها كتير في معاملتنا مع الناس اللي حوالينا، وفي تربيتنا لاولادنا بتوصلنا لحتت احنا ما كناش نتمنى ولا عاوزين ولا نفكر ان احنا نوصل لها. من وجهه نظر حضرتك بتشوف ايه اكتر الاخطاء اللي الانسان بيقع فيها ولو في بدايه حياته بيبتدي مشواره بطريقه غلط وبالتالي ما بيعرفش يوصل، ولما بيبص للناس العظام واللي قدروا انهم يوصلوا ونجحوا بيبقى شايف ان ده اسطوره، ان ده واحد انا مش هعرف ابقى كده، ايه الاخطاء اللي احنا بنقع فيها عشان كده ما بنعرفش نوصل وبنتعرقل في الطريق؟ نزل نعتبر الناس دول قدوه في حياتنا، نحاول نتمثل بيهم مهما كانت ظروفنا، مهما كانت احوالنا الماليه او النفسيه او الاجتماعيه، لكن بننظر لقدوه قدامنا، القدوه يحدد لنا قوه جوانا، نحاول نقلل نحاول على الاقل ناخد جزء من افكارهم دي ومن خدمتهم دي نخدم بيها، حتى ما كناش قادرين عليها ماليا او نفسيا او اجتماعيا، لكن على الاقل تفكيرنا ان دول القدوه بتاعتنا ونمشي في نفس نهجتهم، هو ده المهم عندنا. اللي بيتعرقل في ماديا زي ما حضرتك بتقول، وزي ما بنشوف شباب كتير دلوقتي طبعا مش قادر انه يعمل حاجه، عنده ظروف واقفه، قروض البنوك مش سامحه له، ما عندوش ضمانات، بنسمع كلام كتير قوي من الشباب بتخليه يقف عن طموحه عند نقطه معينه، ودايما عنده اسباب ودايما عنده اعذار مش قادر اعمل كده، او بيمتهن مهنه مش هي دي اللي كان بيحبها ولا دي اللي بيأملها ولا هي دي اللي درسها وبيبقى نفسه يعمل. يعني النهارده واحنا بنقول له بص على شخصيه عظيمه قدرت انها تكون عصاميه وتبني نفسها من الصفر او من البدايه. طبعا ثروت من صاحب اجزخانه صغيره، اجزخانه ثروت في اسوان، لثروت صاحب شركه امون، صاحب قناه سي تي في. وقت الصيدليه في الاول دكتور ثروت كان راسم لنفسه انه هياخد الخطوات دي ولا دي جت بعدين؟ جت خطوه بعد كده. يعني ما كانش فاكر ممكن يوصل لحاجه، ما كانش فاكر ممكن يوصل، كان بيأمل وكان بيهدف يوصل لحاجات زي كده، لكن ربنا ساعده وهو ساعد اكتر واكتر واكتر، وربنا اداله اكتر واكتر واكتر. دي فايده التخطيط بقى. طبعا الانسان يخطط لحياته بشكل كويس. يعني ناس كتير قوي بتبني الماديات على حساب الروحيات، بيبقوا بعيدة عن ربنا وبيشغلهم المال والفلوس، وزي ما حضرتك برضو في بداية حديثك قلت قطار العمر بيجري وفجأة نلاقي الواحد عنده 60 و70 سنة، ده عدى مننا ازاي؟ عملنا ايه؟ ايه الحصاد؟ ايه اللي احنا كسبناه؟ ما بيكونش في اي حاجة موجودة. الحمد لله يا دكتور ثروت، ربنا يباركك وتنعم بفردوس النعيم وتفكر فينا وتشفع لنا قدام عرش النعمة وتحجز لنا مكان لغايه ما نيجي عندك كمان ونشارك معك محبتك للناس. حضرتك حابب توجه اي كلمه لاسرته او تقول لهم حاجه دلوقتي؟ لمين؟ لاسره الدكتور ثروت. اسره الدكتور ثروت مش هو ايليا وجورج ومراته وبنته، لا احنا كلنا اسره الدكتور ثروت. اسره الدكتور مش الاسره الضيقه، الاسره الكبيره، مش بس مصر ده العالم كله. صحيح. هي دي اسره الدكتور ثروت. أقول لهم دكتور ثروت في نعيم دلوقتي، المفروض تكونوا مبسوطين وسعداء، ونقول لكم نهنيكم مش نعزيكم، نهنيكم الإنسان ده وصل اللي احنا كنا نتمنى إن احنا نوصل له. أكيد، واللي أعانه يعيننا، وأنا بشكر حضرتك جدا على الوقت اللي سمحت لنا بيه. ألف شكر بنتي. وعلى الذكريات الجميلة اللي أكيد أنا بتمنى لنفسي ولكل الناس اللي بتشوف اللقاء ده تاخد الكلمات دي والخطى اللي مشيها دكتور ثروت وتاخده زيها بالظبط، واكيد هيفرق معاهم كتير جدا في حياتهم العمليه والروحيه وعلاقاتهم كمان وحياتهم الاجتماعيه بالناس اللي حواليهم. ربنا يقدر. نورتنا دكتور ممدوح فخري استشاري وجراح العيون، مره تانية بشكر حضرتك على وقتك. شكرا شكرا لحضرتك.
تغطيتنا وحلقتنا الخاصة اللي بنتكلم فيها عن الأب والراحل الغالي دكتور ثروت باسيلي لسه مستمرة، لكن بعد الفاصل هتكون معاكم زميلتي سالي سمير. أصبح لفظ أخباط المهجر يتردد كثيرا. أنا أول مرة سافرت برا مصر كانت في يوم 21 أبريل سنة 1970، وفي ذلك الوقت رحت لوس أنجلوس، وكان فاضل يومين اتنين على عيد القيامة، فحضرت الكنيسة بتاعت ليلة العيد، وكنت في ذلك الوقت قد عرفت أن هذه الكنيسة كانت أولا الكنيسة الوحيدة في لوس أنجلوس هذه المدينة، نمرة اثنين أن الكنيسة لم تكن ملكهم لكن كانت تؤجر بالإيجار من أحد الطوائف الأخرى للعمل، بس يعني قريبة مننا يعني عشان خاطر يصلوا فيها الأقباط القداس الخاص بهم أسبوعيا. ومن الجدير بالذكر انه كان الاب الكاهن في هذه الكنيسة في ذلك الوقت هو القديس العظيم الراحل ابونا بشوي كامل الذي كان يقوم بهذه الخدمة في ذلك الوقت. يعني بقول انه في سنة 1970 لم يكن لنا كنيسة قبطية مملوكة للأقباط في ذلك الوقت. طيب النهاردة احنا وصلنا فين؟ وصلنا الى ان هناك عدد كبير جدا من الكنائس، في اكتر من 25 كنيسة موجودين في لوس انجلوس نفسها دلوقتي، وفي 150 كنيسة موجودين في الولايات المتحدة الامريكية لوحديها، وفي 450 كنيسة موجودين للاقباط الارثوذكس في أماكن مختلفة في العالم، يمكن فيهم عدد نسبيا أكبر اللي هو في أمريكا وكندا وأستراليا، لكن أيضا في كل مكان آخر توجد كنيسة قبطية أرثوذكسية ليست بعيدة أبدا عن أي مصري قبطي إن هو يروح يصلي فيها بمسافة ممكنة بالسيارة. مثل هذه النهضة الرائعة التي قامت ونمت وازدهرت في حبرية البابا شنودة الثالث المقدسة، هذه لا يمكن أن تنكر، لأنه الحقيقة أنا عايز أقول أنه من أكثر الناس المحتاجين إلى رعاية ورعاية كنسية هم الأقباط الموجودين خارج مصر. يمكن جوه مصر بتبقى الواحد قدامه كنيسة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة يروحهم من غير تعب كبير، لكن خارج مصر احيانا بيصل الامر الى سفر بالسياره 4 أو 5 أو 6 ساعات الى ان يصل ليحضر قداس ثم يعود الى مكانه. فهذه النقطه من النقاط الهامه جدا التي توفرت أثناء حبرية البابا شنودة الثالث نيح الله نفسه، ومش بس عدد من الكنائس لكن عدد من الإبراشيات أيضا نشأ في الخارج لهم أساقفة موجودين في بلدهم يراعون الخدمة مراعاة دقيقة وكاملة وشاملة.